السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض إن شاء الله في ثالث محاضرة من محاضرات كورس بي اتش بي اند ماي سيكول. يعني في البداية كنت أحب إن أنا أعمل بول صغير جدا للحضور اللي كان موجود معانا المحاضرتين اللي فاتوا. كنت عايز أعرف في المستوى العام هل في أي مشاكل موجودة أو أي حاجات. هو الحضور بيكتب ايكو يقصد موجود. لو الصوت كويس يا ريت اللي الصوت كويس عنده يكتب رقم واحد، لو في حد عنده صدى او عنده اي مشاكل يكتب رقم اتنين. طيب الحمد لله، تقريبا الصوت واضح. اللي عنده مشكلة يعني يا ريت يحاول يحلها. معنى ايكو؟ تمام، انا افتكرت ايكو كشكوى ان في صوت. تمام، لان في صدى. تمام. طيب يا ريت، بس انا هعمل بول صغير كده ويا ريت الحضور يبدأ ان هو يشارك فيه معانا. معنى ايكو، وطبعا كالعادة احنا في بداية كل محاضرة بيبقى في حدود 5 دقايق او 10 دقايق للأسئلة المتعلقة بالمحاضرات اللي فاتت، فيا ريت اللي عنده أي سؤال يكتبه قبل ما نبدأ في جزء جديد. ايكو حاضر أستاذ تامر إن شاء الله. بالنسبة لإيكو، إيكو هي language construct من ضمن ال language construct الموجودة في ال PHP. قلنا language construct قريبة جدا من ال function، زي ال function بالظبط. بتبقى حاجة بتضم مجموعة كود بتتنفذ لما أنادي الحاجة دي أو أعمل كول عليها، بتبدأ تنفذ الكود اللي جواها اللي هو بيعمل مهمة ما أو بيقوم بدور معين. ايكو فائدتها ان هي بتطبع الحاجة او بتبعت الحاجة اللي داخلة لها كاوتبوت. يعني بقول ايكو هلو وورلد، بيطلع لي هلو وورلد ده ك اوتبوت يرجع للكلاينت في الكونكشن بتاعه. واي ايكو انتجر. طيب هنبص فيها ان شاء الله جست بإذن الله. طيب في أي أسئلة تانية متعلقة بالمحاضرة اللي فاتت؟ الـ ASP كنا اتكلمنا عليها في أول محاضرة خالص، وقلنا شوية كلام عنها، وقلنا معنى إن احنا بنشتغل بـ PHP وفي غيرنا بيشتغل بـ ASP. يعني إيه؟ الـ ASP عموما هي ويب بروجرامينج لانجوج برضه، لكن مايكروسوفت هي اللي عاملاها كلوزد سورس يعني. طيب طيب احنا نبدأ. معظم النتائج بتاعة البول كانت بأن مفيش مشاكل الحمد لله يعني، وفي نسبة برضه بتقول ان في مشاكل قليلة، وفي نسبة قليلة اوي ان بتقول في مشاكل كتير، وهم غالبا اللي أول مرة يحضروا. طيب هنبدأ مع بعض ان شاء الله في تالت محاضرة من محاضرات ال PHP and MySQL. انا هقفل البول بعد اذنكم. كان في معلش، كان في برضه بول سريع جدا هنعمله تاني علشان كان اتسأل عليه في المنتدى ودلوقتي الاستاذ تامر فكرني بيه. يا ريت برضه حضراتكم تشاركوا. أستاذ جيست 84، والله أنا بحاول إن أنا أتكلم عربي خالص، بس يعني في حاجات معينة
ترجمتها عربي مش هقول الموضوع ان هي صعبة، لا يعني ممكن تبقى سهلة مفيش مشكلة، لكن احنا كديفيلوبرز معظم الكوميونتي الموجود للحاجات اللي احنا بندرسها دي للأسف معظمه بالانجليش. طبعا دي مش مشكلة جامدة، لكن في النهاية دي مشكلة بالنسبة لنا احنا لما نيجي نعمل سيرش. لما جينا دلوقتي مثلا نتعود معانا كده في المحاضرات كلها ان احنا بدل ما نتكلم عن حاجة اسمها مثلا variable هنتكلم عن حاجة اسمها متغير. لو جينا ان احنا محتاجين مثلا ندور على function بتعمل حاجة معينة على ال variables، زي من ضمن المواضيع بتاعتنا النهاردة عن ال variables هنتكلم على شوية related functions لل variables. مثلا من ضمنها function بتقول لي اذا كان ال function اذا كان ال variable ده موجود ولا مش موجود. طيب لو انا ما اعرفش كلمه variable دي اصلا، طبعا ده مثال في الحاجات الكبيره هتبقى مشكله اكبر. لو انا ما اعرفش كلمه variable وعارف ان هي متغير، لو جينا نعمل سيرش مع بعض على جوجل ونكتب بالعربي بقى اسم الداله التي تخبرني مثلا بان المتغير موجود او غير موجود في البي اتش بي، يعني انا عن نفسي اظن ان انا هقعد ساعات على ما اوصل للداله دي. لكن لو جيت بالانجلش وانت عارف ان المتغير ده اسمه variable وكتبت variable وحاجه بتقول لك موجود ولا لا، يعني exist or not exist، فهتكتب كده هيطلع لك على طول، هيطلع لك الحاجه بتاعتك او set or not set، هيطلع لك على طول function من ال PHP manual نفسه. فاحنا الحاجات التقنيه بنحاول نقولها كلها بالانجلش على قد ما نقدر علشان ده يسهل علينا بعد كده التعامل مع الكوميونتي بتاع الكلام ده. الدوره ان شاء الله مناسبه لكل المستويات ان شاء الله يعني، واحنا حاليا في ليفل 1 زي ما قلنا قبل كده. يا ريت حضرتك تراجع اول محاضره فيها توضيح للموضوع اكتر. طيب هو في لغايه دلوقتي 57% بيقول نعم على زياده عدد المحاضرات. طيب انا هسيب البول ده شغال معايا واحنا بنتابع مع بعض لغايه ما نشوف على اخر المحاضره ان شاء الله هيوصل ايه. حاضر يا استاذ هيثم، مش هنسى ان شاء الله. طيب نبدأ مع بعض ان شاء الله، نرجع كده بسرعة للتايم لاين ونشوف مع بعض احنا وصلنا فين. احنا في التايم لاين قلنا ان احنا دلوقتي في ليفل 1 اللي هو 13 ليكتشر 13 محاضرة. طيب انا بعد اذنكم هقفل الشات زي ما اتعودنا كل مرة، وان شاء الله في النص بيبقى فيه بريك صغير هنفتح فيه الشات عشان لو في اي حد محتاج ان هو يتكلم في حاجة. بعد اذنكم. طيب هنبدا نشوف مع بعض التايم لاين تاني. احنا قلنا ان احنا عندنا 13 محاضره في ليفل 1، قلنا ان احنا عندنا 3 ليفلز. خلصنا اول محاضره اللي هي كانت انتدكشن تو ويب بروجرامنج، واتكلمنا فيها عن النتوركس وعن السيرفر وغيره. تاني محاضره اللي هي او تاني توبيك اللي هو انتدكشن تو بي اتش بي، اخدنا فيه محاضره واحده اتكلمنا عن الكود سينتاكس اند اناتومي، عرفنا الكود بيتكتب ازاي وشكل الكود ايه، عرفنا الداتا تايبس لو فاكرينها اللي هي السترينج والانتجر والفلوت والبولين وعيوها من الانواع بتاعت الداتا، اتعرفنا على الفاريبلز بشكل عام بنكتبها ازاي، وعرفنا الدولار ساين واسم الفاريبل، عرفنا اسماء الفاريبلز ايه الرولز اللي بتتحكم فيها، ينفع نكتب ايه في الاول وما ينفعش نكتب ايه، عرفنا ازاي نحط داتا جوه فاريبل، عرفنا ازاي نطبع الداتا من فاريبل. دي شويه حاجات اتعرفنا عليها المره اللي فاتت في الفاريبلز. هنبدا المره دي نكمل جزء كمان على الفاريبلز، هنتعرف فيه على شويه حاجات اضافيه شويه، وبعدين نبدا نتكلم في الاوبريتورز اللي هو موضوع لذيذ جدا وهيبدا يحسسنا بال يعني الوظيفه الاثريه للكمبيوتر ان هو يقوم بالعمليات الحسابيه. انا بسميها الوظيفه الاثريه لان هي دي تعتبر اول حاجه كان معمول عشان الكمبيوتر انه يقوم بعمليات حسابيه معقده. فاحنا النهارده هنبدا ان احنا نقوم بعمليات حسابيه حقيقيه. طبعا مش هنقوم بحاجات ادفانسد، مش هنعمل ادفانسد اريثمتيك اوبريشنز، لكن هنعمل حاجات سيمبل شويه عشان ده ليفل 1. هنتعرف على كل الحاجات الاساسيه تقريبا في العمليات الحسابيه، لكن في شويه حاجات ادفانسد هتبقى موجوده معانا ان شاء الله في ليفل 2 هنتعرف عليها. هنخلص الجزء ده في الفاريبلز وهنخلص الاوبريتورز، ولو قدرنا ان احنا ندخل شويه في الكنترول ستراكشرز ده يبقى كلام جميل جدا، نتعرف حتى على الشكل العام بتاعها لان الكنترول ستراكشرز بالذات هنحتاج تطبيق كتير عليها. فيعني محاضرتين تقريبا هيقضوا بالظبط، لكن غالبا هنحتاج تطبيق كتير شويه عليها. طيب نروح مع بعض في البرزنتيشن. Lecture 3 Introduction to PHP Variables Part 2 with Operators. كالعادة انا هبدأ شغل السكرين شير. احنا مفيش كلام نظري معانا النهارده كتير، معظم الشغل هيبقى عملي، فانا هشغل من البداية خالص سكرين شير. حتى البرزنتيشن نفسه عبارة عن 3 سلايدز تقريبا مش أكتر من كده يعني، ف يعني معظم الشغل معانا عملي إن شاء الله. Mm-hmm.
طيب يا ريت لو الشير واضح، اللي الشير واضح عنده الكتابة رقم واحد، ما مش عايز اقفل البول القديم بس عشان ما يضيعش. انا فتحت الشات، يا ريت اللي الشير واضح عنده الكتابة رقم واحد. طيب تمام، كلام جميل. بعد اذنكم هقفل الشات مرة تانية. نبدأ نتكلم مع بعض، نبص مع بعض كده على البرزنتيشن ونبدأ في أول سلايد معانا. هنتكلم على 3 مواضيع بخصوص ال variables. ما كتبتش كلام كتير في البرزنتيشن لأن المهم بالنسبة لنا العملي في الحاجات دي. هنتعرف على حاجة اسمها variable variables، وهنتعرف على حاجة اسمها referencing variables، وهنتعرف على شوية related functions، شوية functions متعلقة بموضوع ال variables. هنتعرف على 2 بس دلوقتي، وفي حاجات تانية هتعرف عليها في ليفل 2 ان شاء الله. نبدأ مع بعض بأول topic معانا اللي هو variable variables. طيب نرجع لل environment بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها. احنا متفقين طبعا ان ويندوز ولينكس متشابه، اذا لو في اي اختلافات هنتكلم عليها بالنسبة لشغلنا. احنا المرة اللي فاتت كنا عملنا فولدر اسمه كورس، موجود جوه ال تريبل دبليو فولدر اللي هو الروت دايركتوري بتاعي، والفايل ده بدأنا نكتب فيه الكود بتاعنا. ده احنا الكود كنا سايبينه من المرة اللي فاتت. كنا عملنا فاريبل اسمه اكس وحطينا فيه فاليو بي اتش بي وعملنا فار دامب ليها للاكس دي. نبدأ بسم الله نتكلم في اول توبيك اللي هو موضوع فاريبل variables. يعني ايه variable variables؟ variable variables ده يعني حاجة بسيطة جدا بس جميلة وبتفيدني كتير اوي في الشغل العملي، ممكن انا احتاجها بدرجة كبيرة. يعني احنا اتفقنا ان احنا عاوزين نعمل variable مثلا اسمه name ونحط فيه value نوعها string ونكتب فيه مثلا something. ده كده variable، وفاكرين احنا اكيد مع بعض ان شاء الله ال structure ده اللي هو الدولار ساين واسم ال variable، وبعدين ال assignment operator اللي هو equal عشان احط فيه value، وبعدين بكتب ال value حسب نوعها. لو كانت string بحط double quotation او بحط single quotation، لو كانت integer او float بكتب الرقم على طول، لو كانت boolean بحط true او false. الكلام ده كله ان شاء الله نكون فاكرين. وبعدين في اخر كل امر عندنا او في اخر كل statement قلنا بنعرف ال interpreter ان ال statement خلصت عن طريق ان انا بحط semicolon. الكلام ده كله ان شاء الله نكون فاكرينه من المحاضرة اللي فاتت. طيب ايه رأيكم لو انا عايز اعمل ال variable ده بنفس المنظر ده كده عادي، بس عايز الاسم بتاعه اللي هو هنا اسمه name عايزه هو نفسه يبقى variable؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني عايز اسمه يتغير على حسب حاجة تانية هتجيلي. طب ازاي يعني؟ تعالوا مثلا نسمي ده اسم تاني عشان الموضوع يوضح اكتر، نسميه مثلا parameter 1. ده كده اسمه parameter 1. طب لو انا عايز ال variable اللي اسمه parameter 1 ده اسمه يتغير، يعني عايزه يبقى بي depend على value بتاعت variable تاني، ده كده ال variable variables بمعنى اصح. يعني ايه؟ يعني تعالوا هنا نعمل variable جديد اسمه variable name. ده اسم ال variable، اسمه variable name equal parameter 2، وهاجي هنا على parameter 1 واعمل كده. ايه الكلام ده او ايه المنظر ده كده؟ بقى انا عندي variable. ناخد الموضوع واحدة واحدة. line 5 عندي فيه variable اسمه var name والvalue بتاعته parameter 2، الvalue بتاعته string parameter 2. طيب في line 7 عندي variable تاني اسمه هو الvalue بتاع الvariable الاولاني. يعني لما حاجة هنا هقول this variables name equal to اللي في line 5 value. ال name بتاع ال variable ده بيساوي ال value بتاعة ال variable ده. طيب تعالوا نجرب مع بعض لغاية دلوقتي كده، ونيجي هنا مثلا نعمل ايه ايكو اللي هي بتطبع الحاجة اللي بديها لها، واقول لها ايه بقى؟ تعالوا نشوف واحدة واحدة، نشوف variable name الاول. variable name هتطلع لي ايه؟ انا كده سيبت وهروح على البراوزر وادخل على تيست البي اتش بي. variable name بتقول لي parameter 2، جميل جدا. ده كده اللي هي القيمة بتاعت ال variable الاولاني اللي هي المفروض تبقى اسم ال variable التاني. طيب تعالوا على ال variable التاني
الفاريبل 10 دلوقتي اسمه ايه؟ المفروض يبقى اسمه بارامتر 2 عشان انا عملت علامة الدبل دولار ساين اللي موجودة عندي دي. يبقى كده بارامتر 2 ونشوف الفاليو بتاعته. لقيت الفاليو بتاع بارامتر 2 بقت هي ايه؟ something عادي خالص. ليه؟ لان انا دلوقتي اسم الفاريبل ده هو الفاليو بتاعت الفاريبل ده، اسم الفاريبل اللي في لاين 8 هي بقت الفاليو بتاعت الفاريبل اللي في لاين 5. دي اسمها variable variables، الفكره دي او الكونسبت ده. ايه اللي يعني ايه الفايده بتاعته؟ انا ممكن استفاد منه ايه بعد كده؟ استفاد منه ان انا عايز اسماء الفاريبل نفسها تتغير. ده بيحصل او هستفاد منه لما ادخل في مواضيع ادفانسد اكتر، لما اجي اتكلم عن الويب بروجرامنج هنتكلم فيها على شويه ميثودز زي الجيت والبوست وغيرها، ان انا ممكن ابعت قيمه معينه عشان تبقى هي فيها اسماء الفاريبلز. طبعا الكلام ده هيبقى يعني ابلايد عليه شويه سكيورتي رولز كتير، علشان او يعني هيبقى منطبق عليه شويه قوانين للحمايه كتير علشان اقدر ان انا اوصل لافضل مستوى للكود، لان ممكن تستغل الحكايه دي بصوره مش كويسه عشان حد يهاك على الكود بتاعي او على الابلكيشن اللي انا بكتبها كده. ده بشكل عام ال variable variables. قلنا بنعمل variable بنحط فيه ال value اللي هي بعد كده هتبقى الاسم بتاع variable تاني. وبنعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق ان احنا بنكتب اتنين دولار ساين على بعض، او خلينا احنا developers ونبقى فاهمين اكتر، احنا بنكتب دولار ساين واحدة بس في الحقيقة، وبعد كده بنكتب variable بالمنظر ده. احنا قلنا لما يجي نستخدم variable بنستخدمه ازاي؟ بنحط دولار ساين وبعدين اسم ال variable. فده اللي احنا عاملينه هنا، احنا بنعمل فاريبل جديد. عشان نعمل فاريبل جديد المفروض نحط دولار ساين، حطيناها هي الدولار ساين، وبعدين عايزين نحط الاسم بتاعه قيمه فاليو فاريبل تاني. طب هجيب القيمه بتاعت الفاريبل تاني ازاي؟ هكتب دولار ساين تاني واسم الفاريبل التاني. يبقى كده انا كونت فاريبل جديد اسمه قيمه فاريبل تاني، النيم بتاعه فاليو بتاع فاريبل تاني، وبعدين حطيت فيه فاليو اللي هي السترنج اللي هو سمثينج. فكده لما جيت اقول له ايكو للبارامتر 2 اللي هي موجوده عندي فوق، راح مطلع لي مين؟ سمثينج. دي شوية تركات احنا بنتعلمها علشان بتفيدنا قدام زي ما قلنا لما ندخل في شوية topics ان هي ممكن تبقى advanced اكتر شوية. ده كده بشكل عام موضوع ال variable variables. طب تعالوا مثلا نجرب نعمل ايه؟ نحط هنا underscore. ايه رأيكم؟ هل ده هينفع؟ هيبقى صح ولا غلط؟ نفتكر كده مع بعض اللي كان بيحصل في المرة اللي فاتت. قلنا اسماء ال variables ينفع في بدايتها ايه؟ قلنا ينفع في بدايتها من a to z small، من a to z capital، وال underscore. يبقى كده انا هعمل هنا ايكو ل underscore parameter 2 بالمنظر ده، طلع لي برضه ايه؟ something هي هي، مفيش اي مشكله لان الموضوع ده ينفع. طب تعالوا نحط واحد هنا في الاول underscore، يبقى ده كده المفروض اسم الفاريبل. تعالوا نجرب كده هنا ونشوف ايه اللي هيحصل بالمنظر ده. هو حتى الاي دي نفسه مش عاجباه، مش متعرف عليها ان هي تعتبر اسم الفاريبل. طب انا اعمل كده، قال لي ايه؟ قال لي باس ايرور syntax ايرور unexpected تي ال نمبر، مش بي اكسبكت ان هنا يبقى في نمبر، اكسبكتنج تي فاريبل، بي اكسبكت ان هنا يبقى في فاريبل اور الدولار ساين، يعني بي اكسبكت ان ده يبقى الاسم بتاع الفاريبل او دولار ساين اللي هي بتتحط قبل الفاريبل. طبعا بيقول لي الايرور ده حاصل في انه فايل وفي انه لاين. احنا انا اتعمدت ان انا اوريكم الايرور النهارده عشان نشوف الايرورز بيطلع شكلها ايه. دايما في البي اتش بي بيطلع لي الايرورز، يكتب الاول نوع الايرور هنا وبعد كده يكتب نص الايرور كله ويقول لي هو في انه فايل بالظبط. طب ليه بيقول لي في انه فايل؟ وانا ممكن ابقى بشغل فايل والايرور في فايل تاني؟ اه ممكن. هنعرف الكلام ده يحصل ازاي لما نتعرض لحاجه اسمها انكلود وريكواير وانكلود وانس وريكواير وانس. الكلام ده هنتعرض له ان شاء الله قدام شويه، غالبا في المحاضره الجايه مثلا. ساعتها ببقى انا شغال في فايل وبلود كود من فايل تاني. الكلام ده مفيد جدا جدا جدا، وتقريبا الشغل كله بعد كده بيعتمد على التركات دي. فهو هنا بيوضح لي الايرور ده حاصل في انه فايل اللي هو تيست دوت بي اتش بي، وبيقول لي الباس بتاعه كله. طبعا انا شغال على لينكس عشان كده المنظر بالطريقه دي، وبيقول لي في انه لاين بالظبط في الكود، لاين 10. لو جيت اروح انا بقى عشان اديبج هروح على لاين 10 هلاقي فيه فعلا الغلطه اللي احنا عملناها، ان احنا عملنا كتبنا رقم في بدايه اسم فاريبل واحنا قلنا الكلام ده مش الاود في البي اتش بي. كده احنا رجعنا شويه على الفاريبلز واحنا بنتعرف على حاجه جديده اللي هي فاريبل فاريبلز، وتعرفنا عليها فعلا الحمد لله، ويعني ان شاء الله ما يكونش فيها اي مشاكل. طيب تعالوا نرجع مع بعض للبرزنتيشن ونشوف التوبيك اللي بعد كده. التوبيك اللي بعد كده كان ريفرنسنج فاريبلز. ايه الريفرنسنج فاريبلز؟ يعني ايه اصلا؟ طيب تعالوا مع بعض نشوف الموضوع ده. موضوع ال referencing او pass by reference او بيتسمى اسماء كتير قوي. referencing variables
احنا اتفقنا ان احنا بنعمل variable ازاي. بنقول مثلا x بت equal 100، ده كده variable اسمه x، و حطيت ال assignment operator وقلت له الفاليو بتاعته 100 نوعها integer، علشان انا ما حطيتش اي single quotations او double quotations، فيبقى الفاليو بتاعته قيمتها 100. وممكن ان انا احط float او double، مفيش مشكلة خالص، عن طريق ان انا احط floating points. وهنا ال semicolon عشان انهي الستيتمنت. انا بحاول اعيد الكلام ده في كل مره او كل كود بنكتبه عشان نحفظه مع بعض. طبعا احنا مش مطلوب حفظ، لكن التكرار ده هيحفظ الحاجه اكتر، هيحفظنا حاجه اكتر عشان نقدر نكتب كود اسرع بعد كده. طب ايه بقى referencing variables؟ يعني ايه اصلا؟ ايه رايكم لو انا عايز اعمل variable تاني هنا اسمه y، عايز القيمه بتاعته تبقى نفس قيمه x؟ خد بالكم مش هو ده referencing variables، بس انا ماشي step by step عشان اوصلها. عايز اعمل variable تاني اسمه y، وعايز ال value بتاعته تبقى ال value بتاعت x. احنا من شوية كنا عملنا ايه لو تفتكروا؟ كنا عملنا variable جديد وحلينا الاسم بتاعه، الاسم القيمة بتاعت variable تاني. يعني احنا من شوية عملنا variable جديد، حلينا name بتاع ال variable الجديد، هو ال value بتاعت variable تاني موجود معانا. ده اللي احنا عملناه من شوية في ال variable variables. اما في referencing variables بنعمل ايه؟ تعالوا نمشي ستيب باي ستيب. هنقول لو عايزين نعمل variable الفاليو بتاعته هي هي الفاليو بتاع الفاريبل تاني اسمه اكس. انا ممكن واحد يقول لي اعمل كده، اكتب واي ايكوال واكتب 100، مش هيدي الفاليو بتاع الفاريبل اكس. طب هقول له افرض الفاليو بتاع الفاريبل اكس اتغيرت، افرض الفاليو بتاع الفاريبل اكس اتغيرت، يبقى ايه الحل؟ يبقى انا هنا دي مش هتتغير. يعني لو جيت هنا الاكس دي ما كانتش ستاتيك زي ما هي كده، لا كانت حاجه بتيجي مثلا من داتابيز او من ستريم او من حاجه زي كده، وبقت مثلا في وقت من الاوقات 150، الواي هتفضل 100. طب ممكن واحد تاني يجي يقول لي بدل ما تعمل كده اعمل assignment على الاكس نفسها، يعني خد القيمه بتاعت اكس. هقول له ده كلام مظبوط، بس برضه مش هيحل لنا المشكله. دلوقتي انا لما اقول ان الواي بتيكوال الاكس بالمنظر ده، يبقى انا هاخد كبي من الفاليو بتاعت الاكس واعمل فاريبل جديد اسمه واي احط فيه الفاليو دي. يعني انا لو عملت المنظر ده هاخد كبي من الفاليو بتاعت الاكس اللي هي 150 واحطها في فاريبل جديد اللي هو اسمه واي. ده كلام جميل، بس في حل ادفانسد شويه كمان عن كده، ان انا ممكن اعمل الواي ده كريفرنسنج فاريبل. يعني ايه؟ يعني الواي نفسه ما يبقالوش فاليو. امال ازاي؟ احنا مش قلنا اي فاريبل بيبقى له نيم اند فاليو؟ اه الفاريبل ده هيبقى له نيم اللي هو واي، بس الفاريبل ده بدل ما يبقى له فاليو خاصه بيه، هيبقى كل وظيفته ان هو بيرفرنس، يعني بيدل او بيرجع او بيبوينت بيشاور على قيمه فاليو تاني او قيمه فاريبل تاني. اظن يبقى هعمل ايه؟ هاجي هنا عند الواي واعمل علامه الاند اللي هي بالمنظر ده بالشكل ده كده. كده انا بدات اقول له ايه؟ بدات اقول له ان القيمه بتاعه واي هتبقى هي القيمه بتاعه اكس مهما كانت. يعني الفاريبل واي ده هيبقى وظيفته كلها ان هو يشاور على فاريبل تاني اسمه اكس. فكده اي تغيير يحصل في واي هيحصل في مين؟ هيحصل في اكس. واي تغيير يحصل في اكس لما اجي اكلم واي هلاقي نفس التغيير ده موجود عنده. الاثنين هيبقوا يعتبروا كانهم واحد، بس مجرد ان عملت فاريبل جديد بيشاور عليه في الميموري. احنا اتفقنا طبعا ان الفاريبل معناه ايه؟ ان الفاريبل جزء من الميموري محجوز علشان اخزن فيه داتا من اي نوع مهما كان. ده الكلام اللي كنا اتكلمنا المره اللي فاتت لو تفتكروا. فدلوقتي انا الواي ما بيبقالهاش جزء لوحدها في الميموري، لا ده هي كده ما لهاش جزء ما يتحط فيه الفاليو، لا هي بتشاور على الجزء بتاع ايه؟ بتاع فاريبل تاني اللي هو هنا اسمه اكس. طيب تعالوا نجرب الكلام ده مع بعض، نحل كده المثال ده موجود فوق عشان يبقى قدامنا، وحتى ممكن نعمله كومنت بالمنظر ده. اكيد فاكرين الكومنتس معانا المره اللي فاتت ان شاء الله. يعني ده كده بقى مثال موجود معانا، نبدا كده نشتغل شويه مع بعض ونشوف الكلام ده يحصل ازاي. تعالوا نعمل فاريبل اسمه اكس ونحط قيمته مثلا 10، ونعمل فاريبل اسمه واي ونقول مثلا ان الواي بتيكوال الاكس، بتيكوال بس مش باس باي ريفرنس، الواي فيها قيمه اكس. طيب لغايه دلوقتي لو انا جيت هنا وعملت ايكو للواي المفروض يطلع لي ايه؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. لو عملت ايكو للواي المفروض هيطلع لي 10 اللي هي قيمه الاكس، لان انا كده عملت ايه؟ انا كده حط كبي من الفاليو بتاعت اكس وحطيتها في الفاليو بتاعت واي. لما عملت علامه الاساينمنت اوبريتور دي اللي هي ايكوال، كده حط كبي من العشرة دي وحطيتها في مين؟ في الواي، في الفاليو بتاعت واي. طيب تعالوا نعمل حاجه زي كده، نقول هنا الاكس
بقت ب20، يبقى كده انا الاكس عندي ب10 والواي بتساوي اكس، والاكس بقت ب20. الواي هتبقى بكام يا ترى؟ هتبقى ب10 ولا ب20؟ لا، الواي هنا هتفضل زي ما هي بكام؟ ب10، مش هتتغير. انا بعمل ريفرش اهو، فضل الواي عندي بكام؟ ب10 زي ما هي. طب ليه؟ لان انا زي ما قلت، انا لما وصلت هنا، تعالوا نكتب مع بعض كده عشان يبقى الكلام واضح. انا هنا دلوقتي ايه اللي حصل؟ let the value of x to be 10. هنا حطيت ال value بتاعت x ب10. طيب وهنا copy the value of x to be y value، احط كابي من الفاليو بتاعت اكس، عملت منها كابي كلون منها وحطيتها للواي كفاليو ليها. طيب وبعدين هنا change the value of x to 20. فانا كده في المنظر ده طبيعي جدا ان الواي تفضل عندي بكام؟ ب10. لكن لو جيت اشوف الاكس، مش الواي، لو جيت ابص على الاكس هلاقيها وصلت لكام؟ هلاقيها بقت 20، لان انا غيرتها في تالت ستيب كانت موجودة عندي اللي هي لاين 9. طيب لغاية دلوقتي احنا بنتكلم بعيد عن الريفرنسنج فاريبلز. طب تعالوا نعمل تريك صغير جدا ونشوف ايه التغيير اللي هيحصل فيه. تعالوا نرجع الاول الاكس دي نخليها واي زي ما كنا عاملين المثال في الاول كده، وبعدين بدل ما نعمل هنا الاسايمنت اوبريتور بالمنظر ده، لا هنعمل كده، هنخليه ريفرنس فاريبلز كده. الواي ما بقالهاش فاليو لوحدها كده، مش هقول بقى هنا كابي ذا فاليو اوف اكس، لا هقول ايه؟ هقول point to the value of x. كده ال y بت point على ال value بتاعت x، مش اكتر من كده. يعني انا في الاول كان ال value بتاعت x كام؟ 10، وبعد كده حليتها 20، يبقى كده المفروض ال y تبقى كام؟ مع ان ال y هنا بس عملية ال assignment بتاعتها، يبقى كده ال y المفروض تبقى كام؟ طب تعالوا بس نمشي بقى خطوة خطوة ونقفل ال line ده كمان عشان يبقى الموضوع سيمبل قوي. الاكس ب10 والواي ريفرنس فاريبل من الاكس، يبقى الواي بكام؟ يبقى الواي ب10، مفيش مشكله. طب تعالوا نفتح اللاين ده اللي هو فيه التريك كله، ان احنا غيرنا دلوقتي الفاليو بتاعت اكس. لما نغير فاليو اكس، الواي هتبقى بكام؟ الواي نفسها بقت ب20. ده كده احنا يعني وصلنا للكور بتاع موضوع ايه؟ الريفرنس فاريبلز. ايه اللي حصل دلوقتي؟ انا كل التريك عندي في علامه اند اللي هنا دي، يعني دلوقتي علامة اند موجودة. لما قلت ايكو واي بقت بكام؟ ب20. طب شيلوا علامة اند من هنا ونعمل ريفرش، بقت ب10. ده مثال يعني صريح جدا يوضح الموضوع. احنا لما مشينا بالمنظر ده من غير علامة اند، كنا كاتبين قدامها ايه؟ قلنا ان بغير الفاليو او بعمل كابي للفاليو بتاعت اكس وبحطها في الفاليو بتاعت واي، وبعد كده باجي ايكو الواي بتطبع خلاص الواي العاديه، مش هتتغير معايا. لما اجي اغير اكس في لاين 9 مش هتتغير الواي، لان خلاص انا عملت كابي وحطيتها مش اكتر. لكن في المنظر ده انا عامل باس باي ريفرنس، او عامل ريفرنسنج فاريبل اسمه واي ملوش فاليو، هو نفسه ملوش فاليو، لكن لما بحتاج الفاليو بتاعته بيروح يبص على الفاليو بتاعت فاريبل تاني اسمه اكس انا ربطه بيه، بيشوف الفاليو بتاعته كام ويرجعها لي. يعني ده كده اللي بيحصل بالظبط. دلوقتي هنا الفاليو بتاعت الفاريبل اكس كانت 10، فلما قفلنا لاين 9 كانت بتطلع لي ريزلت كام؟ كانت بتطلع لي ريزلت 10 زي كده اهو. لما اقفل لاين 9 هنا تطلع لي ريزلت 10، لكن لما بفتح لاين 9 ايه اللي بيحصل؟ بغير قيمه اكس، بغير قيمه اكس حتى بعد ما بعمل الواي كريفرنسنج فاريبل. لما اغيرها برضه هيتغير معايا الفاليو بتاعت واي، او بمعنى اصح زي ما بنقول ان الواي ملهاش فاليو اصلا، هي بتبوينت بس على الفاليو بتاعت مين؟ بتاعت اكس. فلما اجي هنا اعمل ايكوال للواي بتطلع لي 20 اللي هي الفاليو الجديده بتاعت اكس. الموضوع ده مفيد جدا جدا جدا، هحتاجه كتير قوي بعد كده وانا شغال، بيختصر لي وقت جامد في الشغل، بالذات لما نبدا نتعامل مع حاجه اسمها اريز، لما نبدا نشوف ايه هي الاري المصفوفه والاوبجكتس والكلام ده، بيبقى موضوع لذيذ جدا ان انا بلوب جوه اري مثلا او حاجه، واخد ريفرنس من كل ايتم فيها، ريفرنسنج فاريبل من كل ايتم فيها، بحيث ان انا اعدل عليه دايركت على طول بدل ما اقعد اناديه من جوه الاري بالكي بتاعه والكلام ده كله. فيعني ليها استخدامات كتير وليها فوائد كتير، بالذات لما ندخل كمان في حاجه اللي هي موضوع الاوبجكت اورينتد، هنستخدمها في كذا حاجه، زي موضوع ان انا اعمل اوبجكت او كان ده هنتكلم عليه بعدين في الاوبجكت اورينتد ان شاء الله، ان انا اعمل اوبجكت من كلاس معين وافضل انادي الاوبجكت ده في كذا مكان، يبقى هو هو بس ريفرنس ليه، ما اعملش اوبجكت جديد في كل مره،
ده تريك برضه بيفيدني كتير قوي، وبيسيف الميموري بتاعتي بصوره كبيره، وبيحليني ان انا اعمل حاجات في الاوبجكت اورينتد ما ينفعش اعملها الا بالطريقه دي بكل اختصار يعني. ده بشكل عام قوي الريفرنسنج فاريبلز اتعرفنا عليه وعرفنا ازاي نستخدمه. يعني بعيد تاني، كل التوبكس دي اللي احنا بنتكلم فيها في اجزاء منها ادفانسد. يعني احنا ممكن هنا كنا ندخل في جزء كده ادفانسد، ان احنا نشوف الميموري ادرس بتاع كل فاريبل من دول شكله ايه ونتعرف عليه ونشوف نعرفه ازاي اصلا. الكلام ده طبعا ادفانسد شويه، هنتعرض للحاجات دي كلها تقريبا هنلمها في محاضره او محاضرتين في ليفل 2 ان شاء الله لما نبدا فيه. وبعد كده ندخل في بقيه الحاجات الادفانسد في ليفل 2 ان شاء الله. ده كده ريفرنسنج فاريبلز بشكل بسيط جدا ومثال بسيط قوي عليها، ان شاء الله يكون واضح. ان شاء الله. طيب نبدا نبص مع بعض على تالت توبيك. احنا بعد ما نخلص الاجزاء دي بتاعت الفاريبلز هفتح الشات عشان ناخد اي اسئله موجوده قبل ما نكمل في الباقي، لان اهم حاجه ان يكون الحضور كله ان شاء الله فاهم ومتابع معانا. في حاجه اسمها related functions او functions المتعلقه بال variables، يعني شويه functions بتفيدني مع ال variables. احنا هنا اخدنا اثنين بس منهم، في حاجات تانية موجودة طبعا كتير لكن دول الاثنين اللي هيهمونا دلوقتي شوية. حاجة اسمها فاردمب وحاجة اسمها استت. يمكن فاردمب تعرضنا لها شوية المرة اللي فاتت وكان في كذا حد عنده مشكلة فيها او سأل فيها. و استت طيب تعالوا نمسح الكود اللي احنا كاتبينه ونبدا نقول شويه فانكشنز موجوده عندنا زي فاردمب وزي استت. اول حاجه فاردمب. فاردمب بتعمل ايه؟ فاردمب زي ما قلنا المره اللي فاتت بتطلع لي شويه انفورميشن كتير عن الفاريبل بتاعي. فاردمب اكيد مش بستخدمها مع اليوزر او مش بستخدمها، احنا دايما نعود نفسنا كده ايه ان احنا عندنا مرحلتين من الكودنج. في مرحله يعني ممكن نكتب الكلام ده على وايت بورد، ان احنا عموما كديفلوبمنت بشكل عام كديفلوبمنت بشكل عام يعني بنقول ان احنا عندنا مرحلتين. اول مرحلة اللي هي موضوع ال ال انزل كده بس شوية development stage او مرحلة الديفلوبمنت نفسها، وعندنا مرحلة البرودكشن stage. احنا ممكن نعيد التسمية دي احسن ونقول اي برودكت احنا بنعمله او اي ابلكيشن احنا بنعملها بيمر بالمرحلتين دول، الديفلوبمنت ستيج والبرودكت والبرودكشن ستيج. المرحلتين دول مهم جدا احنا نفرق بينهم. يعني في الديفلوبمنت ستيج يعني طبعا في شويه حاجات ما اتكلمناش عليها بنحتاجها في اي مشروع نعمله تقريبا، زي موضوع الاي او دي وزي موضوع الفلوت شارت. الاي او دي هنتكلم عليه شويه ان شاء الله لما نوصل لموضوع الداتابيز. الفلوت شارت يعني بعيد شويه عن موضوعنا هنا لكن ممكن نحط فيه محاضره في الاخر لو حبيتم ان شاء الله يعني ونتكلم فيه برضه. هو طبعا فلوت شارت اكتر بيبقى مرتبط بالبروجكت مانجمنت، لكن برضه مرتبط بالديفلوبمنت من ناحيه ثانيه. الديفلوبمنت ستيج والبرودكشن ستيج من ضمن الاختلافات بينهم بتبقى الكود نفسه. الكود نفسه بيختلف، الكود نفسه بيختلف. في حاجات معينه انت بتخليها موجوده عندك في الديفلوبمنت ستيج، لما توصل للمرحله الثانيه اللي هي البرودكشن لازم تمسحها، لازم ما تسيبهاش، لازم ما تبقاش الحاجه دي موجوده معاك والا تسبب لك مشكله. زي موضوع الفاردمب، انت في الديفلوبمنت ستيج بتستخدم الفاردمب كتير جدا او بتحتاجها كتير، او بتستخدم الفار اكسبورت اللي هي زيها لكن بترجع سترينج. طب الفاردمب دي ليه احذفها في البرودكشن ستيج؟ لان هي بتطلع لي معلومات كتير عن الفاريبلز، بتطلع لي معلومات كتير عن الفاريبلز ممكن تكون اصلا الفاريبلز دي مش بتظهر لليوزر اصلا، الفاليو بتاعتها بتستخدم انترنال في الكود مش بتظهر. فلما تطلع المعلومات دي لليوزر ممكن تبقى سكيورتي ايشو موجود عندي، تضيع لي الدنيا خالص، ممكن تقول لي هاكر او حد يقدر ان هو يستغل معلومات معينه موجوده، ولتكن مثلا نقول اليوزر نيم والباسورد بتوع الكونكشن للداتابيز. الداتابيز الكونكشن بتاعها بيحتاج يوزر نيم وباسورد، اذا لو انت ما كنتش عامل يوزر نيم وباسورد دي مساله ثانيه، بس هو الطبيعي ان هي تبقى موجوده. طيب الكلام ده لما يبقى يظهر لليوزر في فاردمب انت عامله مثلا، الكلام ده طبعا مضر جدا. اسماء التيبلز بتاعتك في الداتابيز، اسماء التيبلز لو ظاهر لليوزر ده برضه سكيورتي ايشو جامده، ان هو لو قدر يدخل على كونكشن للداتابيز من على الكود بتاعتك بطريقه ما هيقدر ان هو يهاك الابلكيشن بتاعتك بسهوله. ممكن يكون فاريبل فيه شويه يوزر انفورميشن متعلقه باليوزر اللي عامل لوجن دلوقتي مثلا في الابلكيشن بتاعتك. الكلام ده كله ما ينفعش يبقى موجود الا ليك انت بس في الديفلوبمنت ستيج. في الديفلوبمنت ستيج ليك انت والتيم بتاعك اللي شغال على
ايه الابلكيشن ده؟ فالبرو دامب من ضمن الحاجات اللي هي تبقى موجوده في اليونت ستيج، لكن في البرودكشن بنشيلها مش بنستخدمها خالص. طيب تعالوا نشوف الفار دامب مع بعض. هنقول مثلا عندنا هنا variable اسمه name، الفاليو بتاعته مثلا بي اتش بي كورس. هنقول مثلا location internet او اي حاجه زي كده. طيب عايزين دلوقتي نعرف معلومات كتير قوي عن variable اسمه name. نعرف المعلومات دي ازاي؟ اول حاجه نفكر فيها نعمل var dump او var export. var dump لل name بالمنظر ده، var dump function زي ما اتفقنا مع اللي فاتت بتاخد argument واحد او parameter واحد اللي هو اسم ال variable اللي هي هتطلع معلومات عنه. تعالوا نروح مع بعض على الفايرفوكس ونبص على الوضع. اول حاجه بتطلعها بتطلع الداتا تايب بتاع الفاليو اللي موجود عندي او بتاع الفاريبل اللي موجود عندي. بتشوف الداتا اللي موجوده في الفاريبل ده نوعها ايه، يبقى دي اول حاجه تبص لها. طب تعالوا نبص احنا كده ونحاول نشوف مع بعض. هنلاقي دبل كوتيشن موجوده او سنجل كوتيشن، يبقى كده ده سترينج. يبقى انا بتكلم على سترينج، يبقى هي اول حاجه بتطلعها دي بتقول لي ده سترينج. اللي بعد الحاجه دي بيبقى على حسب نوعه، يعني لو هو سترينج فبتقول لي هنا اللينس بتاعه قد ايه. لو هو سترينج بتقول لي اللينس بتاعه 10 كاركترز، 10 حروف او 10 مواضع للحروف. مش عايز اقول حروف بالظبط لان ممكن تكون ارقام ممكن تكون سبيس. يعني احنا لو جينا نعد هنا هنلاقي بي اتش بي 3 حروف، وبعدين السبيس بتحسبها ككاركتر موجود عندي يبقى كده 4، وبعدين 5 6 7 8 9 10 لغايه الاي. فانا مش عايز اقول حروف علشان كده هي مواضع للحروف او كاركترز عموما. فكده قالت لي سترينج وقالت لي اللينس بتاع السترينج ده قد ايه، وبعد كده بتبدا تطلع لي الفاليو بتاعته كمان ايه. فده طبعا يفيدني جدا في الديباج. لو انا بجيب مثلا، لو انا عندي فاريبل القيمه بتاعته مثلا جايه لي من الداتابيز وبعد كده بستخدمه في حاجه تانية مش بيظهر، وانا عايز اشوف الفاليو بتاعته كام، عايز اشوف الكود كده ماشي صح ولا في حاجه غلط انا عاملها، عايز اشوف كده الفلو بتاع الابلكيشن بتاعي ماشي مظبوط ولا لا. فبروح اعمل فار دامب، ببص بس بسرعه عليه، وبعدين اشيل فار دامب تاني على طول من البرودكشن ستيج لما اوصلها. طيب تعالوا نعمل مثلا variable تاني هنا اسمه z والفاليو بتاعته 104، وتعالوا نعمل هنا var dump لل z. طب تعالوا احنا نحسبها مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل. انا رأيي ان هي هيطلع لي integer. var dump مع ال integer مش بيطلع length لان مفيش length، يعني في length مش عايزين نتكلم فيه دلوقتي، لكن بشكل مبدئي مفيش length لل integer غير الشكل advanced اللي هنقوله في level 2. مفيش لينس للانتجر، يبقى هتقول لي انتجر والفاليو بتاعته 104. ده اللي انا اعرفه او هو ده اللي انا متوقعه. تعالوا نشوف مع بعض. فعلا قالت لي انتجر، ده كده نوع الداتا، وقالت لي 104 عرفتني ايه اللي موجود جوه كفاليو منه. طيب تعالوا نحط هنا 104 و45 بالمنظر ده. كده في فلوتنج بوينت، يبقى تحول بقى فلوت. تعالوا نبص هنا عليه، هتلاقي هتلاقي الفانكشن بتقول لي فلوت وبتقول لي الفاليو بتاعته بالمنظر ده. نفس الكلام لو عملناه مثلا بولين، لو قلنا ترو كده وحاجه، بص هنا هلاقيه بتقول لي بول لو اختصار بولين، والفاليو بتاعته ترو، ولو فولز هتقول لي فولز. ونفس الكلام لو اري، لو عامل هنا اري مثلا. طبعا هي بتفيدني جدا مع الاريز برضه لو عامل هنا اري. طبعا احنا لسه ما اتكلمناش في الاريز، بس انا بعملها كمثال عشان نشوفه مش اكتر. فبتقول لي كده اري الزيرو هنا اللي هو عدد الايتمز اللي موجود جوه، وبعدين تقول الايتمز ايه هي بالتفصيل. ولو اوبجكت نفس الكلام، مفيده جدا. في منها فيرجن تاني او نسخه تانية اسمها var export. var export بتطلع الحاجه بشكل مختلف شويه، وبتطلع كسترينج ممكن انا احطه جوه variable واستخدمه بدل ما تطبعه على طول زي ال var dump. دي كده ال var dump عندنا، تعرفنا عليها وعرفنا فائدتها ايه وان احنا بنستفاد منها في الديباج ازاي. تعالوا نبص على تاني فانكشن اللي هي الست. نعرف الاول هي بتعمل ايه وايه فايدتها. دلوقتي انا ممكن في الكود عندي يبقى في variable مثلا، هنقول هنا ان احنا make connection to database and select some user، واطلع user معين من التيبل اللي اسمه users مثلا. طيب هطلع اليوزر ده، هطلع مثلا الاسم بتاعه and select some user's name، وهيبقى عندي هنا variable مثلا اسمه user name بالمنظر ده.
المفروض هيبقى له فاليو معينه انا مش عارفها، فانا كده عندي الفانكشن ده بس مش اكتر، الفاريبل ده مش اكتر، انا حاطه حتى في كومنت ان انا مش هقدر احط له فاليو، الفاليو بتاعته هتبقى جت خلاص من مين؟ من الداتابيز كويري اللي انا عملته. طيب لما اجي انا استخدم اليوزر نيم ده عندي، انا محتاج ان انا استخدمه، محتاج ان انا اعرضه مثلا لليوزر، او محتاج اعمل اي حاجه. المفروض قبل ما اعمل الحاجه دي عايز اتاكد اذا كان الفاريبل ده فعلا جه ولا لا، اتحطت فيه فاليو ولا لا، او يعني اتعمل ولا لا، في فاريبل عندي بالاسم ده ولا لا، والفاليو بتاعته نل ولا لا، يعني عنده قيمه ولا نل. لو نل عامله زي البلاك هول، مفيش اي حاجه فاضيه، ما يبقاش في اي فاليو فيه خالص. فعايزين نعمل الاول التشيك ده عليه قبل ما ابدا استخدمه، في ان انا مثلا عايز اقول ايكو ويلكم، هنتعرف على البوينت دي بعد شويه، يعني ايه البوينت دي في موضوع الكونكتينيشن ان شاء الله. بس انا عايز اقول مثلا ويلكم لليوزر ده، عايز اطبع له ويلكم واليوزر نيم بتاعه. لو عايز اعمل النقطه دي عايز اتاكد الاول اليوزر نيم ده موجود ولا لا، يعني لو جيت اعمل كده دلوقتي بالمنظر ده انا كده اليوزر نيم عندي مش متعرف. يعني ازاي مش متعرف؟ احنا لسه بنقول احنا جايبينه من الداتابيز، ما ممكن الداتابيز كويري يفشل، ممكن يفشل لاي سبب من الاسباب، فبالتالي ما يبقاش عندك فاريبل اسمه يوزر نيم زي ما الحال دلوقتي موجود عندنا في الكود. تعالوا ننفذ الكود مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل منه وايه اللي هيطلع. هلاقيه بيقول لي ان في ايرور، الليفل بتاعه نوتس، هنتكلم على الايرور ليفلز ده بالتفصيل في ليفل 2 ان شاء الله. الليفل بتاع الايرور او المستوى بتاعه ان هو نوتس، مجرد ملاحظه، بيقول لي undefined variable يوزر نيم، الفاريبل اللي اسمه يوزر نيم مش ديفايند عندك انت، الكلام ده استخدمته في الفايل في لاين 6. لو جيت ابص في لاين 6 هلاقي نفسي فعلا استخدمت فيه الفاريبل اللي هو اسمه يوزر نيم. الكلام ده هيحصل مثلا زي ما بنقول، هنفترض ان الكونكشن فيلد، كونكشن الداتابيس فيلد ما رجعليش اليوزر نيم. طيب تعالوا نحط مثلا اليوزر نيم هنا، يوزر نيم بيكوال مثلا احمد او باي صورة من الصور. تعالوا كده نستخدم او نعمل ريفرش، هلاقيه بيقول لي ويلكم احمد، كده استخدمه صح وطبعا بدون اي ايرور. طب انا ايه التريك اللي انا عايز اعمله؟ عايز اعرف اذا كان الفاريبل موجود وعنده فاليو ولا لا. هعمل الكلام ده ازاي؟ هعمله عن طريق فانكشن اسمها اس ست. اس ست فانكشن تاخد بارامتر واحد اللي هو الفاريبل اللي انا عايز اتشيك عليه، فهقول مثلا اس ست يوزر نيم بالمنظر ده. طبعا استخدامها الاساسي او معظم استخدامها بيكون عن طريق الكنترول ستراكشرز اللي احنا عايزين نبدا فيها النهارده او المره الجايه ان شاء الله، يعني المفروض المره الجايه. كنترول ستراكشرز اللي هي زي الايف والوايل واللو وايل والفور، اللي هي بشكل اساسي طبعا بتاع موضوع الايف هي اللي تتسمى كنترول ستراكشر، يعني ان انا بتحكم فيها في الكود. فبقول له اف اس ست، اف اس ست، لو الفاريبل ده موجود اطبع استخدم اللاين 9 اللي هو ايكو. احنا الكلام ده ما حطناهوش لغايه دلوقتي، فاحنا بس عايزين نشوف الفاليو بتاعت اس ست بتطلع ايه او الريتيرن فاليو بتاعها بيطلع ايه. فهنعمل ايكو للاس ست ونشوف هتطلع ايه بالمنظر ده. هنلاقيها طلعت لي واحد، 1. يعني ايه واحد؟ قلنا واحد البوليان ريبريزنتيشن بتاعه بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن ترو، يبقى كده الفاريبل ده فعلا موجود اللي هو اسمه يوزر نيم. لما اجي هنا اقفل اللاين ده كده، يبقى كده اليوزر نيم مش موجود مش ست. تعال نعمل ريفرش، ما طلعليش حاجه خالص. امتي سترينج البوليان ريبريزنتيشن بتاعه بيبقى فولس. لما يطلع لي امتي سترينج يبقى كده البوليان ريبريزنتيشن بتاعه فولس. هو ليه بيعمل الكاستنج اللي بيحصل؟ لو تلاحظوا اللي حضر معانا المحاضره اللي فاتت كده في كاستنج بيحصل. ليه بيعمل الكاستنج ده؟ ليه ما بيطلعليش ترو فولس؟ لان انا بكل بساطه مستخدم في الكود ايكو، وايكو المفروض بتطبع حاجه، الترو والفولس المفروض ما بيتطبعوش، ما بيظهروش، يعني ما ينفعش ان انا اعمل لهم ايكو ويطلع لي ترو او فولس. لا، لما اجي اعمل ايكو فهو بيعمل لها كاستنج، كاستنج لاقرب حاجه ليها. لو ترو بيعمل لها اقرب حاجه ليها اللي هي انتجر 1، او لو فولس اقرب حاجه ليها اللي هي امتي سترينج، بيعمل كاستنج ويطلع لي الكونفرتد فاليو بتاعتها. طب لو انا عايز اطلع ترو او فولس نفسها مفيش مشكله، تعالوا نعمل هنا فاريبل اسمه اكس ونحط فيه الفاليو بتاعت اس ست ونعمل فار دامب للاكس. اتفقنا فار دامب بتطلع معلومات كتير اللي هي كانت الفانكشن اللي اتكلمنا عليها من شويه. كده هيطلع لي اكس بالظبط عباره عن ايه؟ قال لي ايه؟ كده طلعه مظبوط، قال لي ده بولين والفاليو بتاعته فولس. ليه؟ عشان الفاريبل اللي احنا بنستخدمه يوزر نيم مش موجود، فقال لي بولين والفاليو بتاعته فولس. طب تعالوا نشغل اللاين 5 تاني نبص مع بعض، هلاقيه بيقول لي بولين والفاريبل بتاعته ترو، يبقى كده مظبوط هو طلعه لي صح. ليه طلعه لي؟ انا عملت فار دامب، فار دامب دي بتاعت الديفيلوبر،
هو اللي بيعملها عشان يتعامل فعلا ال variable بتاعه وكل تفاصيله مش لل user. عشان كده ما انا كنت بستخدم ايكو من شويه اللي هي بتاعه ال user. ما ينفعش هو يطلع لل user يقول له ده boolean و true و false، ما ينفعش يطلع الكلام ده. فايكو لقيته boolean فراح عمل له casting على طول لأقرب حاجة. لما لقيته boolean false عملته casting ال empty string، لما لقيته boolean true عملته casting ل integer 1. دي فانكشن الست. فانكشن الست زي ما قلنا بتتشيك على حاجتين، بتتشيك اذا كان ال variable ده defined ولا لا، وبتتشيك اذا كان ال value بتاعته null ولا لا. لو ال variable ده defined وال value بتاعته مش null الست بتreturn true. انا ممكن نكتب الجزء ده حتى هنا، if defined and value not equal to null then return true. دي ال function بتاعت الست بتعمل كده. دي الفايدة بتاعتها او اللي هي بتعمله الست، ان هي بتشوف لو كان defined والvalue بتاعته not equal to null بتreturn true. ايه حكاية not equal to null؟ اه ما انت لو عامله null معناها ان انت بتقول كأنه مش موجود، لان النال كأنها black hole. فانا هي لو عملت null بالمنظر ده على اليوزر نيم، الست بدل ما هي بتقولي pull true هتقولي pull false، كأني بالظبط مسحت الفاريبل ده من عندي كأنه مبقاش موجود. خلاص انا كده عملته كأنه black hole مفهوش اي حاجة خالص وملوش اي value، كأنه مش موجود بالظبط. بعكس ان انا اعمله زي كده، لما اعمله empty string بتقولي boolean true، لان empty string دي value مفيش مشكلة، هو empty مفيش مشكلة، لكن هو في النهاية value موجود. دي functions اللي احنا ممكن نتكلم عليها بشكل مبدئي دلوقتي. في functions تانية كتير طبعا، احنا بنحاول كل ما نوصل لحاجة نتكلم عن functions بتاعتها. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على موضوع الاوبريتورز. برضو في موضوع الاوبريتورز هنتعرض لجزء كده في السترينج اوبريتورز اللي هو موضوع الكونكتينيشن وغيره. فهناخد معاه يعني هناخد كده فانكشن او اتنين متعلقين بالسترينج. انا عايزكم تتحمسوا اكتر وتدخلوا في فانكشنز اكتر. المفروض الفانكشنز بتاعت السترينج هنتعرض لها اكتر لما نوصل للتوبيك بتاعها، لكن دلوقتي هناخد بس فانكشن او اتنين كده علشان بس نتحمس شوية ان احنا بعرفنا فانكشنز ونقدر نستخدمها ان شاء الله. والنهاردة ان شاء الله هنحاول ندخل برضو في الكنترول ستراكشرز اللي هو زي if وغيره، عشان بداية الاف وبداية الكلام ده هو بداية الشغل الحقيقي ككودنج ان احنا نبدأ فيه. طيب تعالوا مع بعض دلوقتي نفتح الشات ونشوف لغاية دلوقتي التلاتة او الثري بوينتس اللي احنا اتكلمنا فيهم، موضوع variable variables وموضوع referencing variables وموضوع related functions. نبص عليهم بسرعة نشوف هل في اي مشاكل عند اي حد فيهم. لو ما فيش مشاكل هنبدأ نحن ندخل في الجزء بتاع الـ operators ان شاء الله. الشات دلوقتي enabled، فياريت لو في اي اسئلة هنعتبر ال 10 دقايق دول كأنهم بريك، نبدأ بعدهم نكمل ان شاء الله. أستاذ أماني بتقول إيه الست؟ إيه الست؟ إحنا يعني زي ما قلنا بكل بساطة هي بتشوف إذا كان الـ variable ده موجود defined ولا لأ، وبتشوف إذا كانت الـ value بتاعته null ولا لأ. لو هو defined ولو يعني لو عنده value والـ value دي مش null فإيه الست بتقول لنا true، بتreturn true، بترجع true. لو كان غير كده بترجع false علشان نعرف إذا كان الـ variable ده موجود ولا لأ، بس مش أكتر من كده. وهنستخدمها بعد كده اكتر ان شاء الله، هنتعرف عليها هنتعرف عليها بشكل اكبر. referencing variable يعني هو موضوع كبير شوية وزي ما قلنا من شوية، بس يعني هنقول بكل بساطة ان احنا بنعمل variable يبوينت على variable تاني او يبوينت على value بتاعت variable تاني بدل ما يبقى هو variable منفصلة خاصة بيه. هل في مراجعة او كتاب نتعرف عن الموضوع اكتر؟ الكلام ده اتكلمنا فيه في المحاضرة الاولى، حضرتك ممكن تراجعها. وقلنا اسم الكتاب اللي هو الزند،
وقلنا شوية مواقع برضو فيها الكلام ده، وقلنا احنا في النهاية مش مطلوب مننا احنا نبقى ووكينج مانوال او مانوال ماشي على الارض، احنا مش عايزين نبقى كده، لكن بشكل عام لازم يبقى في مانوال بنرجع له على طول زي بي اتش بي دوت نت وزي غيره. اسم الكتاب هو انا قلت في اول محاضره هو زين بي اتش بي 5 سيرتيفيكيشن جايد، وموجود في اول محاضره ممكن حضرتك تراجعها هتلاقيه، هتلاقي لينكات للتحميل. طيب انا اظن ان كده مفيش اسئله ثانيه موجوده. كاستنج اوف ترو اند فولس. طيب حاضر، هعيد تاني حته الكاستنج بتاع ترو اند فولس استاذ عبد الحميد، انا عارف ان انا قلتها بسرعه شويه، هعيدها تاني حاضر. طيب نفس الكتاب جست 601، نفس الكتاب ممكن حضرتك تستفيد منه، او ان انت تكمل معانا الكورس ان شاء الله هتستفيد من الجزئية دي او هتعرف. طيب ممكن حضرتك تكملوا اسئلة، انا هعيد بسرعة موضوع الكاستنج ترو اند فولس. انا اقصد بيها ايه؟ انا اقصد دلوقتي يا جماعة ان احنا عندنا فانكشنز معينة زي ايكو. فانكشن ايكو دي وظيفتها ايه؟ ان هي بتطبع حاجة لليوزر، بترجع حاجة كفاليو في الكونكشن عشان يوصل للبراوزر بتاع اليوزر كاوتبوت اي دي. طيب الحاجات اللي المفروض اليوزر يشوفها هي ايه؟ ايه الحاجات اللي احنا كبشر المفروض نشوفها؟ المفروض نشوف تكست موجود، نشوف شوية كاركترز، نشوف ارقام، نشوف فلوتنج نمبرز، دي الحاجات اللي احنا المفروض نشوفها. طيب ترو اند فولس والكلام ده المفروض نشوفه؟ لا، المفروض الكلام ده ما نشوفهوش. فايكو بتتعامل بالاسلوب ده. ايكو لما اجي اقول لها تطبع حاجه معينه، فهي بتحاول توصلها للصوره المناسبه ليا انا كهيومن علشان اشوفها. لما انا جيت اقول لها ايكو تطبع ايه الست، احنا قلنا ايه الست بترتن ايه؟ قلنا ايه الست بترتن ترو او فولس. ترو لو كان الفاريبل موجود والفاليو بتاعته مش نال، فولس لو حاجه من الاثنين دول كانت حاصله، ان الفاريبل مش موجود او الفاليو بتاعته نال. طيب لما انا اقول ايكو اس ست زي ما قلناها من شويه، ممكن نرجع حتى في السكرين شير مع بعض. لما اجي هنا على بدل اكس ايكوال دي اقول ايه؟ اقول ايكو اس ست. ايكو اس ست، اس ست نفسها بتريتيرن ترو او فولس. طيب ما انا لما اجي اقول ايكو ترو او ايكو فولس، ترو او فولس دول انا كهيومن ما ينفعش اشوفهم، ما ينفعش اقراهم. فالايكو بتحاول تحولهم لي او تعمل لهم كاستنج لاقرب صوره اقدر انا افهمها او اشوفها. الترو قلنا 1 هي اقرب صوره ليها كانتجر، بيبقى بنقول عليها النمبر ريبريزنتيشن او الانتجر ريبريزنتيشن من البوليان ترو فبيديني 1. طب الفولس امتي سترينج، دول الحاجتين الموجودين عندي. انا لو عايز اشوف فعلا البوليان نفسه والفاليو بتاعته ايه، فقلنا بنحطها في فاريبل زي كده ونعمل فار دمب، او ممكن اصلا نكنسل النقطه دي ونعمل فار دمب اس ست على طول تنفع يعني، بس انا مش عايز اربطكم دلوقتي، عايزين نمشي مع بعض ستيب باي ستيب. استاذ ميدو المحاضرات موجوده ومتسجله بجوده عاليه الحمد لله، وحضرتك ممكن تراجعها وان شاء الله هي بسيطه جدا، وانا موجود على المنتدى واحنا موجودين على المنتدى على طول لاي استفسارات نرد عليها ان شاء الله. زي ما وياكم اللهم امين. طيب احنا فضلنا دقيقتين بالظبط والبريك يخلص، او دقيقتين ونكمل. كنا عايزين ننبه او نفكر بعض تاني ان احنا المفروض من بعد المحاضره بتاعت النهارده زي ما اتفقنا ان بعد ما نخلص كل توبيك هيبقى فيه كويز عليه. الكويز ده هيبقى شويه اسئله بسيطه وسهله وجميله جدا نحلها علشان بس نثبت لنفسنا ان احنا حضرنا وفهمنا. الكلام ده هيأثر كتير على الدرجه النهائيه بتاعت الفاينل بتاعك. طبعا احنا قلنا في نهايه الليفل 1 هيبقى في فاينل اكزام وهيبقى في بروجكت المفروض نعمله. الكلام ده كله هيأثر على متابعتك وهيأثر على وهيأثر على الجريد بتاعتك او الدرجة بتاعتك اللي انت هتدخلها في الشهادة ان شاء الله. الكويز هيبقى ان شاء الله بعد ما نخلص المحاضرة بتاعت النهاردة. احنا معانا باشمهندسة شيماء المفروض هي اللي هتبقى مسؤولة عن الموضوع ده، موضوع الكويزز والتصحيح بتاعه والكلام ده كله والدرجات، وهتبقى موجودة معانا برضه على المنتدى اللي برد على أي استفسارات تخص الموضوع ده أو تخص ال بي اتش بي عموما. أكيد بنشكرها على كده.
هي لو ممكن تكتب رقم واحد بحيث الناس تعرف هي انهي يوزر بالظبط. تمام، جزاك الله خير. فالمفروض الكويز هيبقى موجود بكرة تقريبا ان شاء الله، هيبقى available على السايت، وهيبقى بتايم ليميت، هيبقى له ليميت معين في الوقت. الليميت بتاع الوقت ده يعني هيتحدد ان شاء الله، هتعرفوه بكره. يا ريت الباشمهندسه شيماء تنزل توبيك على المنتدى بالموضوع نفسه، بموضوع الكويز يعني، عموما هيبقى شكله ايه، والتايم ليميت بتاعه شكله ايه، ونوعيه الاسئله، او بلاش نوعيه الاسئله زي ما قلنا، نقول ليها مفاجاه يعني. النوع ان شاء الله هيكون سهل يعني، متاكد من كده. فين هيكون؟ هيكون اونلاين، هيكون اونلاين. يا ريت كله يكون مسجل على اللينك اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. لا، موضوع ميعاد معين ما فيهوش مشكله، لا يعني هو في تايم ليميت بس، يعني في حدود للوقت يعني. حضراتكم هتبداوا تدخلوا على الكويز نفسه وتبداوا تجاوبوا، اول ما تبدا تجاوب في وقت بيعد معاك، الوقت ده هيتحدد، والباشمهندسه شيماء هتنزل بيه توبيك عشان توضحه لكم قبلها ان شاء الله. الوقت ده اول ما يخلص ايه، الكويز هينتهي من قدامك، والاجابات اللي انت جاوبتها هتروح لينا، والاجابات اللي ما جاوبتهاش هتبقى فاضيه مش هتتحسب على الدرجه بتاعتك. لينك الامتحان ان شاء الله هينزل في التوبيك بتاع اللي هينزل على المنتدى. يا ريت الناس كلها تسجل في المنتدى وتتابع القسم بتاع الكورس، ويا ريت برضه يكونوا مسجلين معانا على ال يكون مسجل معانا على النظام اللي هو موديل، على اللينكات اللي حطيناها المرة اللي فاتت. انا هحط اللينكات تاني دلوقتي، لحظة واحدة. زي ما الباشمهندسة بتقول، الكويز هيبقى على المحاضرتين اللي فاتوا بس ان شاء الله، وان شاء الله هيكون في توبيك على منتدى ممكن كلنا نسأل عليه ان شاء الله اي حاجة محتاجينها. دي اللينكات المفروض تكون ظاهرة قدامكم دلوقتي، ده لينك القسم بتاع الكورس على المنتدى، واللي تحتيه اللينك بتاع الريجستريشن والماتيريال اللي بينزل عليه كل حاجة، وهينزل عليه الامتحانات كلها ان شاء الله، وان شاء الله التوبيك هيوضح كل حاجة على المنتدى. طيب، لا، محاضرة النهاردة المفروض هتكون موجودة معانا في الكويز ان شاء الله. المحاضرة بسيطة وسهلة جدا، وإن شاء الله كويس سهل جدا يعني، مفيش مشكلة خالص فيه. هو إن شاء الله هيبدأ من بكرة، هيبقى متاح معاكم. احنا بقينا بالظبط حدود دقيقتين عشان نكمل. الكويز بالعربي يعني موضوع الكويز بالعربي بلاش نتكلم فيه كتير، بس هو بشكل عام استاذ عبد الحميد زي ما قلنا، موضوع العربي جميل جدا. اكيد اللغه العربيه لغه القران، كلنا بنحترمها، انا عن نفسي بحب اللغه العربيه جدا، مع اني للاسف عشان مجال شغلي ما بتكلمش بيها كتير، او ما بقدرش ان انا اقول كل كلامي في الشغل بالعربي، لكن بشكل عام احنا محتاجين نتعود على الانجليش في شويه حاجات او في شويه مصطلحات علشان نقدر ان احنا نتابع مع العالم اللي حوالينا. احنا لو قعدنا نتكلم في الكلام ده كله بالعربي هنبقى معزولين عن الدنيا كلها، هنبقى احنا ماشيين في اتجاه وهم ماشيين في نفس الاتجاه، بس يعني في نفس الوقت في فرق جامد بيننا، او في فرق احنا مش عارفين نتابعهم وهم مش عارفين يتابعونا، احنا مش عارفين نستفيد من الحاجه اللي هم بيطلعوها حاجات كويسه جدا، وهم كمان لو احنا عملنا حاجه كويسه هم مش هيحسوا بيها اصلا ومش هيقدروا يطوروها. فالانجليش حاجه اساسيه جدا في مجالنا، مش معنى كده ان احنا نقول انا ممكن اقول الكلام ده كله بالانجليش، بس في النهايه مش هو ده الهدف يعني. الهدف ان احنا نقول المصطلحات نفسها بالانجليش علشان نتعود على اللغه بتاعه الكوميونتي. طيب، يا ريت لو في اي حد عنده سؤال تاني، بقى لنا بالظبط حدود نص دقيقة. جزاكم وياكم امين. لو الكويز لو في محاضرة النهاردة مفيش مشكلة يعني، هنشوف الموضوع ده ان شاء الله مع الباشمهندسة شيماء، وهيبقى في التوبيك الكلام كله موجود. التوبيك ان شاء الله هينزل النهاردة، فياريت الناس كلها تتابع بعد المحاضرة، التوبيك هينزل النهاردة أو ممكن تشوفوه بكرة الصبح.
كده كده الامتحان هيبقى متاح بكرة متأخر، يعني بكرة على بالليل هيبقى الامتحان متاح ان شاء الله على السايت. الكويز هيبقى ان شاء الله متاح بكرة بالليل استاذ محمد مسعود. جزاهم الله وإياكم أستاذ عبد الحميد. أستاذ محمد فتحي يعني هو تقريبا نص المحاضرة عدى، لكن النص الأولاني مش متعلق بالتاني كتير، ده حاجة وده حاجة يعني. طيب نبدأ نقفل الشات ونكمل مع بعض الجزء التاني للمحاضرة اللي هنتكلم فيه عن الأوبريتورز. أستاذ محمد مسعود على 3 محاضرات إن شاء الله، وهنتناقش الموضوع ده، وهيبقى يعني الديسيشن النهائي موجود في التوبيك اللي هينزل النهاردة، اللي ممكن تشوفوه النهاردة وتشوفوه بكرة الصبح بدري، بحيث تعرفوا كل المعلومات عن الامتحان أو عن الكويز إن شاء الله. طيب أنا هقفل الشات بعد إذنكم، وفي النهاية زي ما اتعودنا هيبقى في حدود ربع ساعة لأي أسئلة أو أي استفسارات نتكلم فيها أو ندردش فيها مع بعض، ده شيء هيساعدني جدا إن شاء الله. بعد إذنكم الشات. طيب تعالوا نرجع مع بعض تاني للبرزنتيشن. احنا كده خلصنا موضوع الفاريبلز بشكل بسيط، هنبدأ نتكلم عن حاجة اسمها اوبريتورز. اوبريتورز ده موضوع لذيذ جدا جميل جدا، هنتعرف على كذا نوع من الاوبريتورز، والاول هنعرف يعني ايه اوبريتور اصلا، ايه معنى كلمة اوبريتور ده، لكن بعد كده هنتعرف على الانواع بتاعته اللي هم تقريبا 6 انواع الموجودة قدامنا، في انواع تانية غيرهم لكن دول بس اللي احنا هنتعرض لهم في ليفل 1، ومش هنتعرض لهم بالتفصيل، يعني هنتعرض لحدود 4 منهم بالتفصيل، لكن الباقي الاثنين التانيين هنتكلم بس بشكل مختصر عنهم مش اكتر. الاوبريتور ده يا جماعه اكيد في كتير مننا درس كيمستري، درس كيمياء، ودرس موضوع التفاعلات اللي بتحصل في الكيمياء. كنا دايما بناخد كده، انا فاكر يعني كان دايما الدكتور يقول ايه، ان كان في محاضره معينه انا فاكر وقتها ودايما معظمنا اخدها يعني، اللي هي موضوع الكاتاليست. الكاتاليست انا يعني بصراحه مش فاكر الترجمه الحرفيه بتاعته بالعربي ايه، بس انا اللي فاكره ان هو معناه المفاعل او الحاجه اللي هي بيحس يعني. انا فاتح الشات يا ريت لو حد فاكره فعلا يقوله، عشان احاول بس يبقى الجمله كامله بالعربي. هو المفروض ان هو بيحس التفاعل ان هو يمشي في اتجاه معين، لو فاكرين الموضوع ده يا ريت لو في حد عارفه. الموسيقى العوامل المحفزه بالظبط، استاذ هيثم الوطني واستاذ محمد مسعود جزاكم الله خيرا. هقفل الشات تاني. العامل المحفز، ان احنا كنا بنقول بيبقى في عامل محفز موجود في التفاعل بيخليه يمشي في اتجاه معين علشان اادي عوض معين او اعمل هدف معين منه، اللي هو كنا بنسميه كاتاليست في المحاضرات بتاعت الكيمياء او في التوبيك ده في الكيمياء. هنا عندنا حاجه زي الكاتاليست برضه اسمها اوبريتورز. الاوبريتورز دي فعلا تعتبر كانها كاتاليست. انا بيبقى عندي حاجه زي التفاعل الكيميائي كده، بيبقى فيها كذا فاريبل او كذا عنصر موجود مع بعضه، وبحتاج ان انا اخليهم يعملوا حاجه، بحتاج ان انا اطلع حاجه من الناس الموجوده دي، من الفاريبلز الموجوده دي، عايز يطلع لي نتيجه معينه، عايز عمليه معينه تحصل، فبروح راملهم اوبريتور معين زي ما كنا في المعمل بنرمي الكاتاليست ده وبنحطه على التفاعل عشان يمشي في اتجاه معين او علشان يعمل حاجه معينه. ده بشكل عام كده الاوبريتورز، او يعني بشكل مختصر. تعالوا نشوف مع بعض ايه هي انواع الاوبريتورز اللي احنا هنتعرض لها، نتعرف على كل نوع. وزي ما قلنا احنا معظم الشغل بتاعنا هيبقى عملي، فانا خلاص بدات ان انا اقلل قوي من الكتابه النظري، مجرد بس احنا بنكتب البوينتس معانا مش اكتر عشان ما ننساش حاجه منها. هنتعرف تقريبا على 6 انواع في ليفل 1 من الاوبريتورز. هنتعرف على حاجه اسمها assignment operator، حاجه اسمها arithmetic operators، حاجه اسمها comparison operator operators، حاجه اسمها string operators، حاجه اسمها logical operators، حاجه اسمها error control operators. هنمسك واحد واحد نتعرف عليه ونتعرف على طريقه استخدامه ازاي، ونبدا نعمل عليه شويه امثله بسيطه. تعالوا نشوف اول نوع معانا اللي هو الاساينمنت اوبريتورز. يعني ايه؟ يعني ايه اصلا اساينمنت اوبريتورز؟ اساينمنت اوبريتورز اظن ده اكتر حاجه انتوا عارفينها، اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده كتير طول ما احنا شغالين في الفاريبلز. لما كنا بنيجي تعال نقفل الكلام ده خالص كده ونكتب هنا اوبريتورز. الاساينمنت اوبريتورز اللي هو زي ما بنيجي نقول ايه، فاريبل اكس بي ايكوال 10، علامه الايكوال دي اساينمنت اوبريتور. assignment operator يعني ايه؟ operator معين بحطه في الستيتمنت بتاعتي علشان تحل الفاليو بتاعة حاجة معينة اللي هي غالبا بتكون variable
ايه غالبا بتكون variable دي انت تقصد ايه بيها؟ اقصد ان في بعد كده حاجه هنتعرض لها اسمها properties لما ندخل في object oriented، في حاجات كتير هنتعرض لها بعد كده، يعني هي في نهايتها تعتبر كانها variable بس ما ينفعش ان انا اقول عليها دي variable. كناحية technical المفروض بقول عليها ايه؟ property او غيرها من الحاجات اللي هنتعرض لها. فبتحل لي اللي على left side بال value بتاعته تبقى على right side. احنا على طول عندنا حاجة اسمها ليفت هاند سايد، لو فاكرين درس رياضة مثلا في الكلية أو حاجة، لما كنا بنيجي نعمل إثبات أو حاجة نقول ال اتش اس وال ار اتش اس، ليفت هاند سايد و رايت هاند سايد. ليفت هاند سايد اللي هي الحاجة الموجودة على الشمال بتاع المعادلة أو بتاع الحاجة اللي عندي، رايت هاند سايد هيبقى الحاجة الموجودة على اليمين. احنا هنا عندنا نفس الكلام، لما نيجي نتكلم في الأوبريتورز بنقول ليفت هاند سايد و رايت هاند سايد. ليفت و رايت بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للأوبريتور اللي عندي. فلما اجي اتكلم على الاساينمنت اوبريتور زي ما بتكلم عليه دلوقتي كده، هقول ان علامه ايكوال دي اساينمنت اوبريتور عندي بتحل لي الفاليو بتاعه الليفت هاند سايد هي اللي موجود على الرايت هاند سايد. طب ما تقول لي على طول بتحل لي الفاليو بتاعته مثلا انتجر، لا ما انا ممكن يبقى هنا في سترينج، ممكن يبقى هنا في فاريبل تاني، ممكن حاجات كتير جدا، ممكن احط معاها الاند اللي احنا حطيناها من شويه علشان تبقى ايه لو فاكرين تبقى referencing variable او تبقى بتبوينت على الفاليو بتاعت حاجة تانية. طبعا referencing variable يبقى هنا المفروض يبقى في variable زي y مثلا بشكل اساسي. دي ال assignment operator بشكل بسيط جدا بشكل مختصر جدا بنقول ان هي بتحل لي الفاليو بتاعت الحاجة اللي على الشمال هي اللي على اليمين عندي، ومثال عليها بيكون علامة ال equal اللي هي موجودة عندي دي. في حاجة تانية هنتعوض لها منها زي العلامة دي، دي طبعا ما تستخدمش في المنظر ده، بتستخدم في الاريز بشكل اساسي. علشان اعمل كي فاليو بير بستخدم العلامه اللي احنا شفناها من شويه اللي هي الارو او الرايت ارو. ده الاساينمنت اوبريتور بشكل بسيط جدا اتكلمنا عليه. هنرجع له تاني، هنرجع للاساينمنت اوبريتور ده تاني، يعني هقول لي عندي كومنت كده، وهرجع له تاني كمان شويه لما اتكلم في الارثمتيك اوبريتورز. في جزء كده هحتاجه منه او هرجع له تاني فيه اللي هو يعتبر ايه بقى، يعتبر دمج ما بين الاساينمنت والارثمتيك، بدمج فيه ما بين الاساينمنت والارثمتيك مع بعض في اوبريتور واحد او في كاتاليست واحد عندي. فهنقول الاول الارثمتيك وبعد كده هنرجع تاني للاساينمنت. ايه الارثمتيك اوبريتورز؟ يعني ايه اصلا الارثمتيك؟ يعني حاجه حسابيه زي عمليه حسابيه او زي حاجه زي كده. فلما اقول arithmetic operators يعني الاوبريتورز اللي هي بتستخدم في العمليات الحسابيه. دي اللي انا كنت بقول عليها في بدايه المحاضره النهارده لو فاكرين، ان هي ايه العمليه الاثريه اللي كان بيقوم بيها الكمبيوتر. ان زمان كانت الوظيفه الاساسيه للكمبيوتر هي ايه؟ ان هو يقوم بعمليات حسابيه معقده جدا كان بيستفيد منها الوكالات الكبيره زي وكاله ناسا وغيرها. فكان دايما حاجه اساسيه عندهم طبعا arithmetic operators بيستخدموها علشان يقوموا بالعمليات دي. ايه الارثمتيك اوبريتورز الاساسيه اللي انا هحتاجها او اللي انا هشتغل بيها؟ زي ما احنا متفقين احنا في ليفل 1 بنقول الحاجات اللي احنا محتاجينها علشان نكون جونيورز في البي اتش بي، وفي ليفل 2 ان شاء الله هنتعمق اكتر. طيب ايه الحاجات اللي هنتعرض لها؟ هنتعرض لعلامه البلس وعلامه الماينس، علامه الديفيجن او القسمه، وعلامه المالتيبليكيشن او الضرب. دول ثلاث حاجات الاساسيين الموجودين عندنا، وممكن كمان نتعرض لعلامه باقي القسمه او اللي هي بتبقى برسنتج بالمنظر ده. دول تقريبا اربع اوبريتورز احنا هنشوفهم مع بعض دلوقتي في امثله معانا. خلينا نقول ان احنا عندنا تو فاريبلز، فاريبل اسمه اكس ليه فاليو ولتكن 4، فاريبل اسمه واي ليه فاليو ولتكن 80، وفاريبل اسمه زد هو اللي بعمل فيه الارثماتيك اوبريشنز بتاعتي علشان نجرب عليه. نبدا مع بعض كده ونشوف. ناخد اول arithmetic operator معايا اللي هو علامة البلس او الجمع. علامة البلس بجمع بيها ما بين two values موجودة عندي. انا عايز دلوقتي اجمع ال x وال y واحط ال value بتاعة الجمع او ال result بتاع الجمع ده فين؟ في z. فهروح حايل انا x plus y بالمنظر ده، وبرضو ما ننساش ال semicolon اللي هي ال statement او ال end بتاع اي statement موجود عندي في ال php عشان ال interpreter يفهم ان ال statement كده انتهت معايا. فبقول هنا z هي equal ال x plus ال y. هنيجي نعمل var dump زي ما تعودنا كـ variables لل z بالمنظر ده. وحدد ان انا
اروح على البروزر واشوف فودان زد هتطلع لي ريزلت شكلها ايه بالنسبه للي انا عملته في لاين 14 اللي هي زد بتيكوال اكس بلس واي. فهبص كده على المنظر عندي حاليا بتقول لي انتجر 84. ايه ال 84؟ 4 زائد 80 اللي هي الفاليو بتاعت اكس زائد الفاليو بتاعت واي. ده كده بشكل بسيط جدا عملت عمليه حسابيه جمع لتو فاريبلز موجودين عندي. طيب تعالوا نطرح الاثنين من بعض، نطرح اكس ناقص واي، نقول اكس ناقص واي. هو ينفع اطرح رقم صغير من رقم كبير؟ اه هيطلع لي رقم سالب، مفيش مشكله، الكمبيوتر هيفهم الكلام ده وهيهندله عادي. فار دامبل الزد اللي هي اكس ماينس واي، فباجي اشوف الفاليو بتاعتها بيقول لي انتجر ماينس 76 سالب 76 اللي هو الفرق بينهم. وعادي طبعا لو عكست الامر، لو عملت هنا واي وعملت هنا اكس بالمنظر ده ايه اللي هيحصل؟ يبقى كده هيطلع عندي 76 بس. طب ما ممكن واحد يجي كده يفتكر اللي كنا في نقطة بنقطة في ثانوي ان احنا نعمل ايه مثلا؟ نعمل ماينس اكس زائد واي. فاكرين المنظر ده؟ اكيد فاكرينه، يعني فاكر في ثانوي كان المدرس يقول لنا كده، يعني كنا نعمل مثلا ماينس اكس زائد واي بالمنظر ده. هل الكلام ده ينفع معانا هنا؟ لا، الكلام ده مش متاح معايا اصلا. لو جيت ان انا انفذه هيروح قايل لي ان الكلام ده مش مظبوط بسرعه ما. المفروض هنا علشان الكلام ده يبقى مظبوط بعمل ماينس 1 في الاكس نفسها، بعمل ماينس 1 في الاكس اللي كده انا عملت سالب 1 ضربته في الاكس، يبقى كده انا حولت الاشاره بتاعتها بدل ما هي بالموجب بقت بالسالب بلس الواي، فكده بقت 80 ناقص دي فيطلع لي 76 زي ما كانت موجوده معايا عادي خالص. لكن الماينس في الاول مش بعملها، بعمل ماينس 1 واضربها في الاكس بالطريقه دي. طيب تعالوا نرجع تاني للكلام اللي احنا كنا بنقوله، عملنا البلس وعملنا الماينس، هنعمل الديفيجن القسمة، هنقول اكس على الواي، اكس على الواي يعني 4 على 80، هيقسمهم ويروح مطلع لي الناتج بتاعهم. الناتج بتاعهم طبعا فيه فلوتنج بوينت علامه عشوائيه، فحول على طول الفاريبل اللي عندي. لو فاكرين كان في حد سأل المره اللي فاتت كان بيقول ان انا الفاريبلز عندي ما بقولش للانتربريتر اذا كانت نوعها ايه، ليه البي اتش بي عندي ما بيبقاش فيه الكلام ده؟ كان الرد على سؤاله ان احنا قلنا البي اتش بي عندي يعني عمليه اكتر من كده شويه، فليكسبل اكتر شويه، التايب بتاع الداتا بيتغير ما فيش اي مشكله خالص. كانت من شويه انتجر دلوقتي بقت فلوت مع انه نفس الفاريبل، ما فيش اي مشكله. كده اكس على واي. طيب تعالوا نشوف الضرب، هروح اعمل علامة الاستريك دي اكس في واي 4 في 8 ب 32 320، كلام جميل جدا. طيب باقي لي موضوع باقي القسمة اللي هو بيطلع بعلامة برسنتج في المية، بقول اكس على واي بطلع باقي القسمة بتاعهم بيقول لي 4. طبعا لان لو فاكرين الحاجات دي كنا بناخدها قبل كده ان البسط اكبر من المقام، فيبقى القسمه بيكوال البسط نفسه. الكلام ده بيفيد او حته باقي القسمه دي الاوبريتور ده بيفيد في حاجه زي ايه؟ في حاجه زي مثلا ان انا عايز اعرف الرقم ده زوجي ولا لا، عايز اعرف الرقم اللي عندي زوجي ولا مش زوجي. فباجي مثلا اقول عندي رقم اللي هو 100 عايز اشوف زوجي ولا لا، بشوف باقي القسمه بتاعه من الاثنين. الكلام ده على فكره بيفيدني، يعني بعد ما اخلص الحته دي هقول لكم على تريك معين كده بيفيدني في النقطه دي كتير قوي. انا عن نفسي بستخدمها لغايه دلوقتي. اكس برسنتج علامه البرسنتج اللي باقي القسمه على واي 100 باقي قسمتها على واي، قال لي ايه؟ زيرو. ليه؟ لان 100 بتقبل القسمه على 2 فما فيش باقي قسمه او ما فيش خارج قسمه. 100 على 2 فيها كام؟ فيها 50 عادي خالص، فبتقبل باقي فبتقبل القسمه فما فيش باقي قسمه. طيب لو جيت اقول 101 101 قال لي في باقي قسمه اللي هو 1، لان هي ال 100 على الاثنين بتقبل وهيفضل 1 معايا، فكده في باقي قسمه اللي هو 1. طيب الكلام ده بيفيدني في ايه؟ بيفيدني ان انا اعرف اذا كان الرقم اللي عندي الانتجر اللي عندي ده او الرقم عموما حتى لو كان فلوت، اعرف اذا كان هو زوجي ولا فردي. الرقم ده زوجي ولا فردي؟ اود ولا ايفن؟ او ايفن ولا اود؟ يعني ايفن اللي هي زوجي، اود يعني فردي. طب ليه انا يعني استفاد بالنقطه دي في ايه؟ عارفين في حاجه كده بنشوفها ممكن يكون كتير قوي ان انا اعرفها، ان انا تعالوا مثلا ندخل مع بعض على الموقع بتاع الاكاديميه. اكاديميه
معلش بلاش جوجل، دراجون دوت نت. ندخل على المنتدى بتاع الأكاديمية، هوريكوا حاجة صغيرة أوي كده مع بعض، يعني حاجة بسيطة أوي، لكن سبحان الله ده استخدامها، أو دي الطريقة اللي بتتعامل بيها معظم الناس بتعملوا بيها. والله ممكن يكون مش موجود في موقع الأكاديمية اللي أنا عايزه، لكن ممكن أدخل على أي قسم كده. أنا عايز واحد يكون فيه كذا موضوع، بس ندخل مثلا في القسم عندنا. هو للأسف مش موجود هنا اللي أنا أقصده، بس إيه اللي أنا أقصده؟ ساعات بندخل منتديات بنشوف فيها إن يبقى كل توبيك موجود الباك جراوند بتاعته بلون مختلف. الكلام ده المفروض هنشوف هنعمله ازاي مع بعض بعد كده. يعني مثلا ده كده توبيك اللي هو بتاع تحميل المحاضرات، ده توبيك تاني اللي هو الشكاوي والاقتراحات. بلاقي الباك جراوند بتاعت الرو ده بتاعت التوبيك ده، بلاقي الباك جراوند بتاعته يعني سي، يعني هتبقى مثلا ريد احمر، والباك جراوند بتاعت ده هتبقى بلو، يبقى ريد بلو. طب واللي تحتيه هيبقى ايه؟ هيبقى ريد. طب واللي تحتيه بلو، واللي تحتيه ريد. كل مره بيغير اللون بالتبادل مع بعض. طب الكلام ده يتعمل ازاي؟ يتعمل ازاي كناحيه تكنيكال؟ عايز اقول لكم على حاجه كده يا ريت نخليها دايما معانا او نستحضرها دايما. ايه هي؟ بلاش ابدا تقول على اي حاجه تشوفها قدامك تحس ان هي ادفانسد قوي او حاجه يعني احترافيه جدا والناس اللي عاملاها دي ناس ما حصلتش ومش عارف ايه، بلاش تقول عليها ابدا. انا يعني صعب جدا اعرف هم عاملين الكلام ده ازاي، او يكاد يكون مستحيل، دي اكيد حاجه صعبه قوي. الناس دي ناس يعني سينيورز يعني، وحاجه يعني ادفانسد ديفلوبرز لدرجه رهيبه. انا مش معقول اوصل تفكيرهم، انا مش معقول. بداية انا مش طالب منك انت توصل تفكيرهم اصلا، انا يعني كل واحد عنده تفكيره، كل واحد عنده امكانياته هو عارفها. ممكن يبقى انت عندك امكانيات وهم عندهم امكانيات تانية، ممكن انت تستغل امكانياتك بطريقة افضل منهم توصل لحاجة هم ما وصلوهاش. دي حاجة عايزين نستحضرها دايما معانا. احنا هنا في مصر او في الدول العربية عندنا امكانيات قليلة، موارد بشرية يعني عندنا بشر كويسين جدا امكانياتهم كويسة قوي، لكن الامكانيات اللي بتتوفر لنا قليلة ضيقة نتيجة اسباب كتير. الامكانيات اللي عندنا دي احنا ممكن نستغلها بطريقه ان احنا نوصل لحاجات هم بره ما وصلوهاش، مع انهم عندهم امكانيات اعلى مننا بكتير قوي، لكن في مميزات عند كل واحد عن التاني هي اللي بتغير الكلام ده. فاحنا لما نشوف حاجه زي كده عايزين نفكر فيها بشكل يعني بديهي قوي. طب الكلام ده انا هعمله ازاي؟ ازاي هبعت في الكود عندي لون باك جراوند كل مره مختلف عن التاني؟ ما انا مش معقول يعني، تعالوا نفكر مع بعض كده ونشوف هنوصل لايه. مش معقول ان انا هاجي هبص على كل يعني مثلا الكلام ده بيجي من داتابيز، طبعا بيبقى عندي داتابيز فيها التوبكس دي كلها متسجله في تيبل معين، وببدا ان انا اعمل سيلكت فروم التيبل ده، بطلع كل الروز اللي فيها وبطلع عدد معين من الروز حسب الصفحه اللي انا فيها، وببدا ان انا اعرضه عندي، بعمل فور اتش او بعمل اي حاجه من الحاجات اللي هنشوفها ان شاء الله في الكنترول ستراكشرز اللي هو التوبك اللي جاي معانا ان شاء الله، ببدا اعملها عشان اطلع كل الروز الموجوده دي واعرضها قدامي. طيب وانا بعرضها ازاي؟ مره هحط لون احمر ومره تانية هحط ازرق، مره ريد ومره بلو، مره ريد ومره بلو ورا بعض. ازاي هعمل كده؟ يعني ازاي هعمل السويبنج ده اللي بيحصل؟ اكيد مش هاجي على كل واحد واحط عليه ريد. يعني مش معقول حاجه مثلا عندي اري فيها مثلا 100 توبيك، مش معقول هكتب 100 لاين من الكود في كل لاين من الكود هقول مثلا الرو الاولاني قول لي الباك جراوند بتاعته احمر، اللون الثاني قول لي، وهكذا اكتب 100 لاين من الكود عشان اعمل العمليه دي. لا، ممكن اعمل تريك صغير قوي اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه، اللي هو موضوع ان انا اشوف اذا كانت الحاجه بتاعتي ان انا اشوف اذا كانت الحاجه بتاعتي اود ولا ايفن. ايه الحاجه دي؟ اللي هي الاندكس او الرقم بتاع الرو نفسه اللي هو الاندكس بتاعه في الاري. هنتعرف يعني ايه اندكس في الاري بعد كده، لكن بشكل عام هنقول مثلا كان دلوقتي الرقم بتاع الرو، الرقم بتاع التوبيك اللي عندي. فانا همشي على واحد واحد منهم وحد اعمل ايه؟ اقول الرقم بتاع التوبيك علامه برسنتج 2، فهيجي عندي ارقام التوبكس بالمنظر ده. هاجي مثلا اول توبيك عندي هيبقى الرقم بتاعه كام؟ هيبقى الرقم بتاعه 0. التوبيك اللي الرقم بتاعه 0 ده لما اجي ابص عليه في التست بتاعنا هنا كده هلاقيه 0 على الاثنين. ايه نظامه؟ باقي الاسم بتاعه كام؟ 0. يبقى ال 0 ده زوجي ولا فردي؟ عايز افتح الشات وعايز اسمع اجابات. ال 0 زوجي ولا فردي؟ زوجي.
ايدي يعني فاولي كمان زوجي طبعا نون اوف زين طبعا لا زوجي ولا فاولي بالظبط كده. هو اقوى من زوجي في معظم استخداماته، انا حبيت بس احط له كوتريك يعني مش اكتر. هو ماشي بيطلع في بقى اسمه زيرو فعلا، لان هو زيرو يعني بكل بساطه، لكن هو في النهايه ما نقدرش نقول زوجي او فردي يعني. التريك ده دايما في ثانوي كنا بنقع فيه. هو زوجي؟ طب والله دي معلومة أنا ممكن ما أعرفهاش. إنجزت 665 زوجي فعلا؟ طب احنا ممكن يعني نستقطع 5 دقايق من المحاضرة بعد إذنكم يعني أستاذ جست، يعني إيه يعني ليه زوجي؟ زوجي في علوم ومش زوجي في حسابات. لا يعني علوم فيها حاجات كتير مميزة أكيد، بس مش لدرجة إن أنا أغير زوجي والفردي يعني. يعني هو ده أنا أعرفه في الرياضة، إن زيرو مش زوجي ولا فردي، ده اللي أنا أعرفه. على فكرة درست في علوم يعني مش بتبقى فيه كده يعني. طيب هو جست الأستاذ اللي كان بيقول زوجي فعلا يعني عايز أعرف فعلا. أيوة صح مش زوجي ولا فردي، أه ده أنا أعرفه فعلا. جست 365 أيوة. طب ليه زوجي؟ يعني حضرتك ليه قلت زوجي؟ معلش آسف جدا على يعني إن أنا أقطع المحاضرة، بس فعلا أنا عندي يعني فضول شخصي جدا عايز أعرف فعلا إيه. عشان أنا فاكر المدرس في ثانوي والدكاترة في الكلية كانوا بيقولوا أنا زوجي ولا فردي، فلو كده أنا هرجع لهم يعني اروح اشوفه كده. هو فعلا زوجي. طيب احنا يعني ممكن نقول ايه؟ لا انا اكيد ما بتكلمش على ثانوي، انا بتكلم على كلية. كلية كان بيقولوا الكلام ده برضه. Zero is even number, in other words, its parity is a quality of an integer being even odd is even. Zero fits the definition of even number, it's an integer multiple of two. تمام، بس انا في هندسة زوجي. زي في نص بحط الأعداد. اه الكلام ده بحط الأعداد فعلا في ثانوي يعني، كنا بناخده كده بس حتى في كلية ما قلناش كده. طيب مفيش مشكلة، احنا ممكن الموضوع ده نتكلم فيه إن شاء الله بعدين. لو قسمته على 2 بيطلع زيرو، بيطلع باقي القسمة بتاع زيرو. دي حاجة أنا متفق مع حضرتك فيها. بس برضه احنا لو قسمنا أي رقم أقل من المقام عليه، اللي أنا أعرفه إن هو بيطلع نفس الرقم اللي فوق يعني. دي حاجة أساسية موجودة معانا يعني، بيطلع باقي القسمة بتاعه نفس الرقم اللي فوق يعني، بيطلع باقي القسمة. هو أقرب للزوجي، أنا متفق مع أستاذ صفاء في كده يعني. لكن طيب عشان وقت المحاضرة، طيب هنقفل الشات تاني، ريحنا 2 دقيقة كده في النص برضه ونكمل. نقول ليها بحث في المنتدى، بس لو ده هيجي متحمس يعني الموضوع. طيب ده مفيش مشكلة، نقفل الشات بس وبعد إذنكم يعني ونكمل بقية الشرح. طيب بالطريقة دي أنا كده بدأت أعرف الزوجي من الفردي، وأنا عندي الأرقام بتاعتي مثلا هتبقى بالمنظر ده بتاعت الروز اللي طالعة. هتبقى الأرقام مثلا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 وتفضل ماشية معايا بالشكل ده. فهاجي على 0 لما أعمل باقي القسمة بتاعه هيطلع لي 0، لما أجي على 1 أعمل باقي القسمة هيطلع لي 1 1، لا على 2 هيطلع لي إيه؟ هيطلع لي 0، على 3 هيطلع لي باقي قسمة معين، وهنفضل ماشيين بالأسلوب ده. يبقى أنا كده هقدر إن أنا أقول if اللي هي control structure. if إيه؟ لو كان باقي القسمة بتاع رقم التوبيك، لو كان باقي القسمة بتاعه على واي، باقي القسمة بتاعه على واي اللي هي 2، لو باقي القسمة بتاعه على 2 بي ايكوال 0، يبقى انا كده احط مثلا الباك جراوند ريد. لو كان مش بي ايكوال 0 احط الباك جراوند بلو. يبقى انا كده كتبت كود تقريبا هياخد بالظبط حدود 3 سطور او 4 سطور، تقريبا 4 سطور، علشان اقدر ان انا اكونترول موضوع الباك جراوند ده بشكل بسيط جدا، بدل ما كنت هكتب 100 لاين من الكود، او ممكن يبقى مليون لو كان منتدى كبير. اكيد ده هيبقى كلام مش واقعي. دي شويه اريثمتيك اوبريتورز اتعرضنا لها، اللي هي البلس والماينس والديفيجن والمالتيبليكيشن وباقي الاسم، وشفنا امثله عليهم بسيطه جدا في استخدامهم. طيب عايزين نرجع كده لجزئيه صغيره، نقول تاني الاكس مثلا ب 4 والواي ب 80، ونرجع للزد تاني هنا.
انا دلوقتي بقول اكس مثلا بلس واي، طب هل ينفع اقول اكس بلس واي ماينس 10 مثلا بالمنظر ده، اكس بلس واي ماينس 10؟ اه مفيش مشكله خالص، هتبقى معادله عندي هتتجمع وتتطرح الحاجات دي كلها من بعض وما عنديش اي مشكله، هيطلع لي الناتج في النهايه يتحط في زد. طب اكس بلس واي ماينس 10 ايه اللي هيحصل؟ هيطلع الناتج كام؟ همشي مع الانتربريتر بتاعي هشوف الاكس ب 4، 4 و 80 يعني كام؟ هو طبعا هيعوض عن كل حاجه من دي بقيمتها، 4 زائد 80 ده 84 ناقص 10، يبقى هو المفروض كده يكون بيتكلم في 74، 74 ده كده الناتج بتاع اكس زائد واي ماينس 10. طيب تعالوا نعمل تريك صغير كده قوي ونشوف ايه الناتج بتاعه. تعالوا نعمل اكس زائد واي نضرب في 10، هنا مالتبليكيشن في 10. ايه اللي انا بعمله ده؟ هي معادله يعني شكلها غريب شويه بس هي هيطلع منها ناتج، بس يا ترى الناتج ده هيكون ايه؟ ايه رايكم؟ هو هيجمع الاول ولا هيضرب الاول؟ دي نقطه مهمه جدا، اللي هي ترتيب الاولويات بتاع الاوبريتورز اللي احنا قلناها فوق. ايه اللي الانتربريتر بيهتم بيه الاول وبيعمله الاول وبعدين يعمل الباقي؟ ايه الترتيب بتاعهم؟ هنتعرف على الترتيب ده مع بعض ان شاء الله، لكن عايزين نشوف دلوقتي نقطة بس في المعادلة اللي قدامنا دي كده كام سيت، ايه اللي هيحصل؟ اكس زائد واي نضرب في 10 بشكل بسيط جدا، هنقول مثلا هيجمع الاكس على الواي والناتج يضربه في 10. طب اشمعنى؟ طب هيضرب الواي في 10 وبعدين يجمع على الاكس، تعالوا نشوف مع بعض هيعمل ايه. تعالوا نشوف الناتج علشان بس يبقى اثبات للي احنا هنقوله. الناتج بيقول لي 804. ايه 804 دي جت ازاي؟ دي جت من 80 في 10 زائد ال 4. ليه؟ لان الضرب والقسمه بيفضلوا على الجمع والطرح عند الانتربريتر، بيهتم بيهم الاول. احنا في ترتيب كده معين موجود هنقوله دلوقتي حالا ان شاء الله، ده الانتربريتر بيمشي عليه علشان ينفذ العمليات الحسابيه، حتى لو كان في 1000 رقم او حاجه مكتوبه جنب بعض هيبدا ان هو ياخد الترتيب ده. ايه هو الترتيب؟ تعالوا نبص مع بعض عليه في البرزنتيشن، انا حاطه في سلايد لوحده علشان ما يبقاش فيه لخبطه. في سلايد لوحده هنا عندي الاوردر بتاع الاوبريتورز. اول حاجه القوسين اللي قدامي، ايه القوسين دول؟ هقول لكم حالا، بس خلينا عارفين دلوقتي ان هم القوسين دي اول مرتبه عنده، اول حاجه بيبص عليها او اول حاجه بينفذها. تاني حاجه الضرب والقسمه وباقي القسمه، دول الثلاث حاجات اللي في المرتبه الثانيه على طول اللي بيعملهم. تالت حاجه الجمع والطرح، في حاجات تانيه، في حاجات تانيه بس مش هنقول عليها دلوقتي معلش علشان ما يبقاش في تشتيت لحضراتكم، هنقول عليها بعدين. فدول الحاجات الاساسيه اللي احنا محتاجينها، اول حاجه الاقواس، تاني حاجه الضرب والقسمه وعلامه اخراج القسمه، تالت حاجه الجمع والطرح. طيب تعالوا نجرب ونلعب شويه مع بعض ونشوف ايه النواتج بتاعتنا. دلوقتي احنا عملنا الكلام ده طلع لنا ايه؟ 840. ليه؟ علشان قلنا الضرب هيتعمل الاول. لو رجعنا للبرزنتيشن هنلاقي بيقول ان الضرب والقسمه وخارج القسمه ترتيبهم اعلى من الجمع والطرح، فكده الضرب هيتعمل الاول، يبقى هو اول حاجه هيعملها هيعمل الجزء ده، دي اول عمليه هيعملها، هيضرب ال 80 في 10 يطلع لي كام؟ يطلع لي 800، وبعد كده هياخد الناتج اللي طلع ويجمعه على الاكس اللي هي العمليه الجزء الثاني منها، اللي هي هتبقى 800 زائد 4 او 4 زائد 800 اللي هي هيطلع لي كام؟ 804، اللي هو نفس الناتج فعلا اللي هو طلعه لي هنا في التست دوت بي اتش بي بتاعي على البراوزر. طيب تعالوا نجرب مثلا حاجه ثانيه، نعمل حاجه زي كده، ناقص 4 اكس زائد واي في 10 ناقص 4. ايه اعلى مرتبه عندي هنا المفروض يبدا بيها؟ هيضرب واي في 10، واي في 10 اللي هي كام؟ اللي هي 800، 800 زائد كام؟ زائد 4 ناقص كام؟ ناقص 4، يعني المفروض يبقى عندي كام كناتج؟ المفروض يطلع لي الناتج بالطريقه دي، يطلع لي 800 بس. فهو مش بيهتم بالمكان، انا كان قصدي بس ان المثال الاخير اللي انا عملته دلوقتي ان هو مش بيهتم بالمكان، يعني مش موضوع ان هو هيبدا مثلا ياخد اليمين الاول، مش ده القصد، القصد ان هو هيشوف على الترتيب بتاعهم، فهو لقى اعلى مرتبه موجوده عندي من العمليات اللي هي عمليه الضرب، فاول حاجه عملها هنا ان هو ضرب الواي في ال 10 طلعت له 800، وبعد كده جمع على 4 ونقص 4، الاثنين هيضيعوا بعض في التأثير، فهيبقى الموضوع كده ايه؟ وصل ل 800 بس. طيب خارج القسمه نفس الكلام والقسمه نفس الكلام والجمع والطرح شفناهم. طب في حاجه من شويه قلنا هنسيبها، ايه هي لو فاكرين؟ الاقواس. ايه الاقواس بقى؟ ايه مشكله الاقواس دلوقتي؟ دلوقتي لو احنا عندنا
منظر زي اللي احنا شايفينه ده، بس انا الكود بتاعي هيعمل المهمة بتاعته بشكل مظبوط فعلا. الكود بتاعي هيعمل المهمة بتاعته بشكل مظبوط فعلا لو اول حاجة حصلت في المنظر اللي قدامي ده كان الجمع بتاع الاكس على واي. عايز اجمع اكس وواي الاول وبعد كده انفذ الباقي حسب ما الانتربريتر شايف بالترتيب اللي عنده. بس اهم حاجة عندي اكس وواي اتعملوا ايه الاول، دي اهم حاجة، ما ينفعش حاجة تانية تتعمل. هاجي انا اروح اعمل حاجة صغيرة كده ان انا احطهم جوه اقواس، جوه الاقواس دي. لما انا احطهم جوه الاقواس دي كده انا بقول للانتربريتر ايه اعلى حاجة عندك في ترتيب الاولويات موجودة، اعلى حاجة عندك من الحاجات احنا خدناها لغاية دلوقتي او جينا نرجع للبرزنتيشن هنلاقيها هي القوسين دول الاقواس دي. يبقى انا كده هبص على اول حاجة على الاقواس، الانتربريتر بيبص على الاقواس الاول وبعد كده يبص على الضرب والقسمة ويخرج القسمة وبعد كده يبص على الجمع والطرح. يبقى انا كده اول حاجة هيعملها هيجمع الاتنين دول على بعض اكس زائد واي اللي هم 84 وياخد الناتج، يبدأ يشوف ترتيب الاولويات بالنسبة لبقية العمليات اللي عندي. 84 اول حاجة من العمليات التانية هتبقى الضرب، هيضرب في 10 بقت 840، 840 هيطرحها من الاربعة هتطلع عنده 836 بالمنظر ده، 836 بالطريقة اللي احنا قلناها من شوية مع بعض، ان هو كده عمل اول حاجة خلص الاقواس بتاعته اللي احنا حطيناها وبعد كده عمل الباقي. طيب ايه رأيكم لو انا عايز كمان اعمل حاجة زي كده، مثلا لو بدلت دي مع دي، لو عملت ماينس 4 قبليها قبل الضرب في 10 بالمنظر ده، ايه اللي هيتعمل الاول؟ الطرح؟ لا الضرب برضه عشان الضرب اعلى في الاولوية. يعني لو كنا هنعمل ريفرش هنا على البيج، لا معذرة انا كده في حاجة غلط فيها، هو كده معلش هيضرب الاول بس هيضرب الماينس 4 نفسها في 10، دي الحاجة اللي هتتضرب مش القوسين. كده اللي هيتضرب في 10 4، 4 في 10 ب 40، والناتج اللي طالع من هنا اللي هو 84 هيتطرح منه ال 40 فهيطلع عندي 44 مظبوط. انا ايه اللي كنت عايز اعمله؟ بس كنت عايز اقول لكم ان احنا ممكن نعمل اقواس جوه اقواس. يعني لو انا في المنظر ده دلوقتي اول حاجه بتتعمل عندي الاقواس دي، كده اول عمليه بتتعمل ان هو بيجمع اكس زائد واي. تاني حاجه بتتعمل ان هو بيضرب 4 في 10. تالت حاجه بتتعمل ان هو بياخد الريزلت من هنا والريزلت من هنا ويطرحهم من بعض في المنظر ده كله عن طريق علامه الماينس اللي موجوده في النص هنا. طب لو انا عايز اقول له الاول الاقواس دي تتعمل ما عنديش مشكله، بس بعديهم مش عايزك تضرب بالاربعة في العشرة، لا انا عايزك تطرح اربعة من الناتج بتاع جمعهم. يبقى هو حاطط اقواس هنا الاول، يبقى كده اول حاجة هتتعمل اكس زائد واي هتطلع لي كام؟ هتطلع لي 84. ال 84 هيطلع الناتج بتاعي يطرح منه اربعة، يبقى بقى عندي كام؟ 80. 80 في العشرة يبقى المفروض يطلع عندي كام؟ 800 زي ما طلع لي كده قدامنا بالظبط. كده عرفنا موضوع الاقواس ان هي التوب بريوريتي عندي بالنسبه للانتربريتر، هي اول حاجه بيهتم بيها، اول حاجه بيبص فيها او بيبص عليها وبيبدا ينفذها حتى لو كانت كذا ليفل من الاقواس جوه بعض، بيبدا يدخل على الليفلز دي كلها او بعكس الكلمه اللي انا قلتها بيبدا يطلع، هو بيبدا من جوه لبره. لما يبقى عندي كذا ليفل من الاقواس زي المنظر ده كده مش بيبدا من بره جوه، هو بيبدا من جوه لبره، بياخد الاول القوس الصغير اللي جوه ده، ولو كان في قوس تاني جواه كان هيبدا بيه الاول، بياخد القوس ده ينفذه وبعد كده يطلع القوس اللي بره بنفس الاسلوب ده، وبعد كده في النهايه بيتشيك هو بقى على الباقي حسب ترتيب الاولويات اللي عنده اللي هو زي ما قلنا من شويه الاقواس وبعدين الضرب والقسمه وخروج القسمه وبعدين الجمع والطرح. ده كده بشكل مختصر جدا الارثمتيك اوبريتورز قلناها. واحنا بنتكلم في البرزنتيشن لو تفتكروا قلنا ان احنا بعد ما نخلص ان شاء الله الارثمتيك اوبريشنز او اوبريتورز هنرجع مره تانية للاساينمنت اوبريتورز عشان ندمج ما بين الاثنين في اوبريتور كده بيبقى شكله ظريف جدا وبيفيدني جدا جدا جدا. تعالوا نشوف ايه هو الاوبريتور ده مع بعض. طيب تعالوا كده بقى نمسح كل اللي احنا عملناه ده ونبدا نعمل حاجه لذيذه قوي كده. ايه هي دلوقتي؟ عندنا اكس مثلا ب 10 وعندنا واي ب 8 زي المنظر اللي قدامنا ده، وعايزين نقول ايه بقى؟ مش عايزين نقول زد بت ايكوال اكس زائد واي ولا بتاع، لا احنا عايزين نحل الفاليو بتاعت اكس بتساوي واي زائد اكس. عايزين نقول الفاليو بتاعت اكس بتساوي واي زائد اكس، او تعالوا نرجع ستيب لورا شويه نقول عايزين نزود الفاليو بتاعت اكس واحد
ايه رأيك في الحكاية دي؟ عايزين نحل الفاليو بتاعت اكس تبقى 10 زائد 1، او تبقى اكس زائد واحد بلاش 10 دي، عشان احنا ديفيلوبرز وفاهمين ان ال 10 دي ممكن تتغير في اي وقت. دي فاليو انا ما اضمنهاش، انا اللي اضمنه عندي الاسم بتاع الفاريبل. فعايزين نقول ان الاكس هتزيد الفاليو بتاعتها 1. طيب ازودها ازاي 1؟ يعني نعمل ابسط حاجه احنا عملناها من شويه، نقول ان الاكس هتيكوال ايه، اكس زائد 1، يعني كده هتزيد قيمتها 1 وهتزيد قيمتها 1. نعمل الفار دامب اللي احنا اتعودنا عليها خلاص، ونشوف كده الفاليو بتاع الاكس وصلت لكام. فعلا انتجر 11، هي الفاليو بتاعتها كانت 10 وزودتها 1 بقت 11. طيب عايزين نزودها 2، هنكتب هنا 2. عايزين نزودها 1000، هنكتب 1000، مفيش اي مشكله. طب عايزين ننقصها بدل الزائد هنعمل ماينس، عايزين نضرب او نجمع هنعمل الكلام ده كله. طيب ايه رايكم كده نعمل تريك صغير قوي، هو اوبريتور او يعني تريكي اوبريتور كده موجود عندنا لذيذ جدا وبيفيدني قوي. بدل المنظر اللي انا كاتبه ده ممكن اعمل كده. ايه اللي انا عملته ده؟ الاوبريتور ده الجديد اللي عندي دمج ما بين نوعين من الاوبريتورز، ما بين الاساينمنت، الاساينمنت عندي اللي هي الايكوال دي اهي، وما بين الارثماتيك اللي هي بلس. لما اقول اكس ايكوال بلس معناها ان انا بقول له اكس ايكوال اكس بلس الحاجه اللي ورا. يبقى انا كده كان في جوه هنا اكس بس انا حذفتها وحليت الصوره المختصره عندي بالمنظر ده. يعني عايز تقول ان المنظر ده بيطلع نفس النتيجه؟ هقول لك اه بيطلع نفس النتيجه. ثانية واحدة. ممكن اكون انا اتلخبطت، اه انا فعلا اتلخبطت معلش. هي البلس بتبقى قبل ايكوال مش بعدها، معلش انا اسف جدا. فبتبقى بلس ايكوال بالمنظر ده. يبقى انا كده قدرت ان انا اقول له ايه، ان هو يجمع على الفاليو بتاعت اكس الواحد، فكده طلع لي نفس النتيجة تاني اللي هي 11 بنفس الاسلوب. طب بقيه الاوبريتورز، بقيه الارثماتيك اوبريتورز موجوده معانا في المنظر ده؟ اه موجوده عادي خالص. ماينس في المنظر ده بقت 10 ناقص 1 يعني 9. طب عايز تقول لي ضرب وقسمه كمان؟ اه هقول لك ضرب وقسمه موجودين معانا عادي خالص. 10 في 1 ب 10. طب القسمه 10 على 1 ب 10 برضه نفس الكلام معانا عادي خالص، مفيش اي مشكله فيه. فده كده دمج ما بين الارثماتيك وما بين الاساينمنت علشان سرعه الكتابه مش اكتر. بدل ما اقعد اكتب اكس بتيكوال اكس زائد والكلام ده كله، هكتبها بالمنظر ده عندي. طيب في عندي اوبريتورز كده خاصه شويه برقم واحد ده بالذات، رقم واحد نفسه في اوبريتورز يعني سبيشال دي شويه. يعني ايه اوبريتورز سبيشال؟ هقول لك يعني ان انا ممكن اعمل كده اكس دبل بلس. ايه اكس دبل بلس دي؟ اكس دبل بلس معناها زود على قيمه اكس واحد، زود على قيمة اكس واحد. معذرة ثانية واحدة. طيب معاكم اكس بلس بلس معناها ان انا بزود على قيمة اكس واحد. يبقى كده لما اجي اشوف على الفار دامبل الاكس المفروض هلاقيه وصل لكام؟ وصل ل 11 زي ما ظهر قدامنا بالظبط. طيب لو عايز انقص اكس ماينس ماينس، اكس ماينس ماينس بتنقص او بتديكريز الرقم اللي عندي ده بواحد زي ما احنا شفنا مع بعض. دي سبيشال اوبريتورز موجوده عندنا. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض حته انا بحبها جدا في السبيشال اوبريتور ده اللي قدامنا. احنا عملنا اكس ماينس ماينس، ممكن نعمل حاجه اسمها ماينس ماينس اكس. ايه ماينس ماينس اكس؟ تعالوا بصوا معايا كده ونشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. 9 برضه. امال ايه الفرق؟ ايه الفرق ما بين ماينس ماينس اكس واكس ماينس ماينس؟ هقول لك. ماينس ماينس اكس بتنقص اكس قبل ما تستخدم في المكان بتاعها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بقول ان دلوقتي انا عندي اكس موجوده في المكان بتاعها اللي هو في لاين 8 ده، بتستخدم جوه ستيتمنت معينه. لما اقول ماينس ماينس اكس بنقص منها الاكس قبل ما تستخدم هنا. امال لما بقول اكس ماينس ماينس بنقص منها، معذره في اول جمله كنت اقولها، بنقص منها الواحد قبل ما تستخدم هنا. امال لما اقول اكس ماينس ماينس بنقص منها الواحد بعد ما تستخدم هنا. طب نشوف الكلام ده عملي مع بعض اكتر شويه علشان نفهم. تعالوا نعمل فاريبل جديد اسمه زد. زد ده هيساوي اكس بلس 1. جميل كده، كده انا عندي فاريبل اسمه زد بيكوال اكس بلس 1. طيب تعالوا نعمل فار دامب لمين؟ للزد علشان نشوف الفاليو بتاعته بقت كام. انا اتوقع الفاليو 11. تمام كلام جميل جدا كده، الفاليو بتاعت الزد عندي 11. طيب تعالوا ننقص من الاكس واحد، ننقص من الاكس واحد. كلام جميل، احنا قلنا ماينس ماينس اكس بينقص الواحد
وبعدين يستخدم الاكس بالفاليو الجديده بتاعته، لكن اكس ماينس ماينس بيستخدم الاكس بالفاليو القديمه وبعدين ينقص منه الواحد، ونفس الكلام بينطبق على البلس بلس. طيب تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض. تعالوا نعمل الاول ايه، ماينس ماينس اكس، ماينس ماينس اكس زائد واحد. انا هنا اللي اتوقعه ان هو ايه اللي هيحصل، هينقص الاكس واحد تبقى 9، 9 زائد واحد كام؟ 10. ده الكلام اللي طلع لي فعلا، دي النتيجه اللي عندي. ماينس ماينس اكس نقصت من الاكس واحد وبعدين استخدمته في الموضوع بتاعها. طيب ورينا كده اكس ماينس ماينس تعمل ايه؟ اكس ماينس ماينس هتزود، هتنقص واحد بس بعد ما تجمع عليها الواحد اصلا. يعني تعالوا نشوف كده الفاينل كام، بقت 11. طب ايه معنى الكلام ده؟ هي نقصت واحد فعلا، بس نقصت الواحد بعد ما استخدمت الاكس. الاكس خلاص هنا استخدمت خلاص ان هي تتجمع عليها واحد، لكن انا بس نبهت الانتربريتر ان انت لما تيجي تستخدم الاكس بعد كده تبقى نقص منها واحد، او هي خلاص نقص منها واحد. يعني تعالوا نعمل حاجه كده تريك صغير قوي، ان احنا نعمل فاريبل تاني اسمه ان القيمه بتاعته اكس مثلا يعني، او بلاش الجزء ده عشان ما يطلعوش، خلينا نعمل فار دمبل الزد وفار دمبل الاكس، نعمل فار دمبل الاثنين. ادي فار دمبل للاكس وفار دمبل الزد موجود عندنا زي ما هو. يبقى كده احنا هيطلع عندنا ناتجتين، تو انتجرز، اول واحد احنا حافظين ان هو الاكس، وتاني واحد اللي هو ايه الزد. طيب تعالوا نشوف الاكس هنا قيمتها كام، انتجر 9 وانتجر 11. الاكس هنا قيمتها بقت 9، ما هي كانت 10 بس انا هنا قلت له ماينس ماينس، نقص منها واحد. طب نقص منها واحد طلعت الاكس بكام؟ زي ما احنا شايفين في البراوزر طلعت الاكس ب 9. طيب تعالوا نشوف الزد، الزد هنا لما جاي يستخدم الاكس ما استخدمش القيمه الجديده اللي نقصت واحد، استخدم القيمه القديمه اللي هي كام، 10. 10 زائد 1 بقت الزد بكام؟ ب 11 زي ما احنا شايفين. طيب تعالوا نستخدم الماينس ماينس اكس، ماينس ماينس اكس بالمنظر ده. انا هنا اتوقع ايه؟ اتوقع ان الاكس هتنقص واحد، ده كلام عادي خالص واحنا متفقين عليه. يبقى كده نفس الكلام هيحصل، الاكس هتنقص واحد، لكن استخدامها جوه المعادله اللي احنا كاتبينها دي، او جوه الستيتمنت اللي احنا كاتبينها في لاين 8، هتبقى بالقيمه الجديده بتاعتها اللي نقصت واحد اوريدي، اللي هي بدل 10 بقت 9، 9 زائد 1 يدينا 10. يبقى كده الاكس فضلت زي ما هي 9، ناقص منها واحد عدو خالص من ال 10 بتاعتها، والناتج بتاعنا اللي هو الزد بقت 10، لان الاكس هنا استخدمت بالقيمه الجديده بتاعتها اللي هي ناقص واحد. نفس الكلام بينطبق على بلس بلس، تتكتب برضه قبليها وتتكتب بعديها جوه المعادلات بنفس الاسلوب ده، او جوه الستيتمنتس بتاعتي، مفيش اي مشاكل في كده. كده احنا قلنا موضوع الاساينمنت اوبريتورز، وقلنا موضوع الارثماتيك اوبريتورز، وجمعنا ما بين الاثنين في شوية الاوبريتورز اللي شفناها، وشفنا سبيشال اوبريتورز اللي هي بلس بلس وماينس ماينس مع بعض. طيب تعالوا بينا نرجع تاني ونبص على تالت نوع من انواع الاوبريتورز اللي هو الكومباريزن اوبريتورز، او الاوبريتورز بتاعة المقارنة، ان احنا بنعمل بيها مقارنة ما بين حاجتين نقارن بينهم بطريقة ما. طيب تعالوا نبص على الاوبريتورز دي مع بعض. طبعا الاستخدام الاساسي للاوبريتورز دي بيكون في اللوجيكال اوبريشنز، يعني بمعنى اصح هيستخدم اكتر معانا في الكنترول ستراكشرز اللي جايه، اللي هي زي الاف والوايل والدو وايل والفور والكلام ده كله، بيستخدم غالبا كاوبريتورز في الكونديشن بتاع الكلام ده، بيستخدم كاوبريتور في الكونديشن في الجمله الشرطيه اللي بحطها لي الكلام ده. اكيد كلنا خدنا اف واحنا بندرس انجلش، كنا بنقول اف ليها ايه؟ جمله شرطيه، جملة شرطية معينة، انا بقول if it rains I will do كذا مثلا يعني. فبشكل عام كده انا حطيت جملة شرطية، فهنا بقول if وبحط شرط اللي هو شوية حاجات بيجمع بينهم او بيربط بينهم ايه؟ comparison operators. طبعا مش هنتكلم في الكنترول structure النهارده غالبا لان الوقت تقريبا خلاص معانا، هنكمل في comparison operators. طيب ايه هي comparison operators اللي عندنا؟ انتوا فاكرين احنا قلنا في equal، equal دي سميناها ايه؟ assignment operator، كلام جميل جدا. طيب comparison operators خلينا نقولها بالعربي وبعدين نترجمها، او نقولها بالانجلش انا او باللغه عموما وبعدين نترجمها على بعض الاوبريتورز في اللانجوج. عايزين نقول اول حاجه عايزين نعمل if، خلينا نطبق على if على طول علشان نقدر ان احنا نستوعب الموضوع اكتر. عايز اقول if لو كان x بيساوي y، لو ال x بيساوي y. طيب يبقى انا عايز اقول اول حاجه equal to، equal to اللي هو الاوبريتور بتاعها ايه؟ الاوبريتور بتاعها دبل ايكوال، خد بالكم كويس جدا، دبل ايكوال مش ايكوال واحده، ايكوال واحده يبقى assignment operator. يعني واحنا ماشيين كده، او ممكن المره الجايه بس يعني ممكن نقولها النهارده برضو،
في غلطة يعني للأسف الديفلوبرز كتير بيقعوا فيها، هما بيكتبوا الكود بسرعة في الإيف كونديشن بالذات أو في الهوايت كمان، هنقول عليها النهاردة إن شاء الله. طيب أنا هنا هعمل مالتي لاين كومنت، ف بعد إذنكم هستخدم السينتكس دي. طبعا الأسترك اللي بتطلع معايا زيادة دي الأي دي إيه هو اللي بيعملها مش البي اتش بي، يعني الأي دي إيه هو اللي بيزود الأسترك دي، لأن هي معروف إن السينتكس ده بتاع الكومنتس اللي إحنا اتفقنا عليه المرة اللي فاتت بيبقى مالتي لاين كذا سطر مع بعض. طيب equal to هتبقى زي ما احنا شفنا كده، هتبقى double equal دي معناها ايه؟ معناها ان هو الحاجة دي بتساوي الحاجة دي ولا لا. طيب عايزين نقول equal or larger than بيساوي او اكبر من، لو بيساوي او اكبر من، بيساوي او اكبر من، يبقى نعملها ازاي؟ اكبر من او بيساوي. طب ما نعملها العكس؟ لا العكس ما ينفعش. حسأل السؤال ده وعايز حد يجاوبني عليه، حصل السؤال ده كمان شوية، ليه العكس ما ينفعش؟ أنا قلت الإجابة في المحاضرة النهاردة، فده سؤال معانا كده أول سؤال، وهيبقى عليه بوينت، هيبقى عليه بونص لو حد يجاوب عليه زي اللي عملناه المرة اللي فاتت. ليه العكس ما ينفعش؟ طيب equal or larger than دي ده المنظر بتاعه، بعملها أكبر من أو يساوي. طيب equal or smaller than بعملها إيه؟ بعملها كده أصغر من أو يساوي. طيب larger than بكل بساطة هتبقى ايه؟ واحدة بس، مش هعمل اتنين، مش زي الايكوال. الايكوال انا عملت اتنين عشان افرقها عن الاسايمنت وبقيته اللي عندي، فيبقى ايه؟ larger than اكبر من بس. طب smaller than يبقى هعمل اصغر من. يعني احنا هنا فوق قلنا equal to، هنقول حاجة تانية معاها كمان not equal to مش بتساويها، يبقى العلامة دي عندنا دي علامة تعجب و علامة ايكوال واحدة. دي تقريبا اشهر الكمباريزن اوبريتورز اللي احنا هنحتاجها دلوقتي او اللي هنتكلم عليها دلوقتي. انا العلامة اللي عملتها دي طبعا قفلت بيها الكومنت زي ما احنا فاكرين ان شاء الله من المحاضرات اللي فاتت. طيب في تو اوبريتورز كمان في الكمباريزن اوبريتور ممكن نقولهم بالمرة، اللي هما identical to و not identical to. identical طبعا احنا هنترجم الكلام ده عشان ما حدش بس يقول ان احنا يعني مش هسيبه كده، اكيد يعني هحول كل حاجه معناها ايه. يبقى هنعمل كده، ده كده المنظر عندي. دي الكومباريزن اوبريتورز اللي احنا هنتعرض لها في ليفل 1 او اللي احنا هنتكلم عليها في ليفل 1. ايكوال تو، ايكوال تو يعني بقول عندي، احنا اتفقنا خلاص مع الاوبريتورز عموما، عندي ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد. ايكوال تو انا بتشيك بشوف هل الليفت هاند سايد بي ايكوال الرايت هاند سايد ولا لا. طيب نوت ايكوال تو هل الليفت هاند سايد مش بي ايكوال الرايت هاند سايد ولا لا. ايدنتيكال تو نوت ايدنتيكال تو او نون ايدنتيكال تو زي الايكوال تو بالظبط مع اضافه واحده بس. ايه هي الاضافه دي؟ ان هو مش بيتشيك على الفاليو بس، ده بيتشيك على التايب والفاليو. يعني ايدنتيكال تو ونوت ايدنتيكال تو عايزين نكتب حتى جنبيهم هنا، هكتب جنب الايكوال بس. الايكوال تو بيتشيك على الفاليو بس، مش بيتشيك على حاجه تانية خالص، بيشوف اذا كانت الفاليو دي زي الفاليو التانيه ولا لا. طيب identical to بيتشيك على ايه؟ بيتشيك على التايب والفاليو. تقصد ايه بتايب وفاليو؟ يعني ايه تايب وفاليو؟ اقصد يعني هيتشيك مثلا يشوف الليفت هاند سايد سترينج والرايت هاند سايد سترينج. كده اول معلومه صح. طيب الليفت هاند سايد سترينج فيه كاركتر ايه؟ الرايت هاند سايد في نفس الكاركتر اللي في الليفت هاند سايد، يبقى كده الاثنين ايدنتيكال لبعض. ايدنتيكال يعني مطابق، يعني حاجه مطابقه للحاجه الثانيه. طبعا نوت ايكوال بيبقى نفس الكلام. ايكوال اور لارجر ذان يعني اكبر من او يساوي، وده السؤال بتاعنا اللي احنا هنساله كمان شويه ان شاء الله. ايكوال اور سمولر ذان يعني اصغر من او يساوي، لارجر ذان او سمولر ذان يعني اكبر من او اصغر بس من غير او يساوي. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده شويه تدريب عملي على الكلام ده. هنعمل ايه مثلا؟ طيب تعالوا نجرب حاجه كده، نعمل اكس ايكوال 10 واي ايكوال 4 ونعمل زد نحط فيها العمليه بتاعتنا اللي احنا بنعملها، اللي هي مثلا ايه؟ اكس بت ايكوال واي مثلا، يعني علشان يبقى الموضوع واضح شويه هحط هنا بين اقويس عشان بس تبقى الدنيا واضحه مش اكتر. طيب كده الزد هيتحط فيها الناتج بتاع الكلام ده المفروض. تعالوا نشوف مع بعض var دمبل الزد ونشوف هتقول لنا ايه او هيطلع منها ايه.
فهو دامبل الزد بيقول لي بوليان فولز، كلام جميل جدا كده. انا عملت عملية comparison، مقارنة ما بين الحاجتين دول، وبعدين حطيت الفاليو بتاعت او الريزلت بتاعت المقارنة وحطيتها في فاليو تاني اسمه زد او فاريبل تاني اسمه زد، وعملت فاريبل دامبل ايه علشان اشوف هو عبارة عن ايه والفاليو بتاعته ايه. لقيته طلع عندي بوليان، والبوليان ده الفاليو بتاعته فولس. فولس دي هي الاكس مش بتساوي الواي، اه طبعا ال10 مش بتساوي 4. طيب تعالوا نشوف اكبر من او بيساوي زي كده، اكبر من او بيساوي الاكس اكبر من او بتساوي الواي، ال10 اكبر من او بتساوي الاربعه. تعالوا نعمل كده بوليان 2 مظبوط، ال10 اكبر من او بتساوي الاربعه. طيب لو جيت ان انا اقول لي مثلا هنا 10 و10 مش 10 و4، يبقى ال10 اكبر من او بتساوي ال10، كلام مظبوط عشان عندي يساوي. لكن لو جيت هنا شلت دي يساوي وديتها اكبر من بس، يبقى الاكس اكبر من الواي، لا بوليان فولز، ال10 مش اكبر من ال10. يعني كل التكست تمشي بنفس الاسلوب، لا يساوي، هتبقى بالمنظر ده، الاكس لا تساوي الواي، يبقى هيقول لي ايه بوليان فولز، لان ال10 بتساوي ال10. لكن لو كنا عاملين هنا بدل 10 مثلا عملناها 101 بالمنظر ده، يبقى كده هلاقي عندي الاوتبوت بتاع الكلام ده هيقول لي ايه، هيقول لي بوليان 2. فعلا انت كده مظبوط، ال10 لا تساوي ايه ال101. طيب في واحد احنا سيبناه اللي هو الايدنتيكال، الايدنتيكال 2، ال10 ايدنتيكال 2 الواي او الاكس ايدنتيكال تو الواي. تعالوا نقول هما الاثنين 10 كده ونقول الاكس ايدنتيكال تو الواي، هنلاقي بيقول لنا بوليان 2 مظبوط، الاكس فعلا ايدنتيكال تو الواي. ازاي؟ قلنا الايدنتيكال بيتشيك على التايب والفاليو، الداتا تايب والفاليو. انا عايز بدل ما اكتب تايب هنا اكتب ايه؟ داتا تايب، النوع بتاع الداتا والفاليو. النوع بتاع الداتا في الاكس حد يقول معايا انتجر، النوع بتاع الداتا في الواي انتجر، يبقى النوعين انتجر، كلام جميل. طيب الاكس الفاليو بتاعته كام؟ 10. الفاليو بتاعت الواي كام؟ 10. يبقى الاكس فعلا ايدنتيكال تو واي زي ما قال لي هنا في الاوتبوت، قال لي بوليان 2. طيب تعالوا نعمل تريك صغير قوي، احنا لو عملنا هنا ده كده يبقى كده الواي بقى ايه؟ سترينج. طب الفاليو بتاع ده والفاليو بتاع ده كام؟ الفاليو بتاعت الاكس عشان تقولها صح تقول انتجر 10، طب الفاليو بتاعت الواي تقول سترينج 10، دول كده عشان تبقى تنطقها صح. طيب احنا متفقين لما نيجي نستخدم حاجه في كونتكست معين او في سياق في سياق معين في الكلام، البي اتش بي اوتوماتيك بتعمل كاستنج. يعني ايه؟ يعني انا لو جيت اعمل هنا، تعالوا نبعد شويه عن الكومباريزن كده ونعمل ايه، نعمل هنا اكس بلس واي بالمنظر ده، الواي هنا السياق بتاعها الكونتكست بتاعها ان هي موجوده في عمليه arithmetic operation، عمليه حسابيه، يبقى هي محتاجه تكون ايه؟ انتجر، محتاجه تكون فلوت، محتاجه تكون حاجه زي كده عشان تمشي في العمليه الحسابيه دي. لكن هي string، يبقى البي اتش بي هتعمل ايه على طول؟ هتعمل كاستنج، هتجيب ال numeric representation من الواي. يبقى كده الاكس بلس واي 10 زائد 10 يبقى الفار دامب عندنا كام؟ انتجر 20. دي حته بعيده بس عشان نكمل بيها مش اكتر. طيب تعالوا نرجع تاني للموضوع بتاعنا ونقول هنا هل الاكس بتساوي الواي؟ ما هو ده كده سياق ايه؟ سياق مقارنه ما بين حاجتين. احنا هنبدا بالليفت هاند سايد، هنشوف الليفت هاند سايد لانها انتجر 10. طيب الرايت هاند سايد، الرايت هاند سايد سترينج 10. طب مش ممكن البي اتش بي تقرب الموضوع ده شويه؟ اه ممكن تعمل كاستنج زي ما هي متعوده على طول، هتعمل كاستنج فهيبقوا الاثنين 10. يبقى كده الفار دامب زد عندي هتقول لي بوليان ترو، مفيش مشكله ان هي مش بتهتم بالداتا تايب، هي بتهتم بالفاليو بس مش اكتر. اوكي طيب لو جينا نقول لو جينا نقول هنا بدل equal to هنعملها identical to، هل الاكس identical to الواي؟ هنا هيتشيك على الداتا تايب وهيتشيك على الفاليو، هيلاقي ده انتجر وهيلاقي ده سترينج مع ان ليهم نفس الفاليو، لكن هيقول لي بوليان فولز. ليه؟ علشان الداتا تايب مختلف، ودي حاجه اساسيه جدا بتهتم بيها ال identical to comparison operator. الكلام ده ممكن يفيدنا ازاي في الكود بتاعنا؟ والله يفيدنا جدا على فكره، يعني كل الحاجات الصغيره اللي بنقولها دي بتفيد بقوه كمان، مش بتفيد بس. بعد كده هنلاقي معانا حاجات صغيره قوي سببها ان احنا مثلا ناسيين حاجه من هنا، ان شاء الله مش ننسى حاجه، لكن او ما اهتمناش بجزء صغير من الحاجات دي. طيب ممكن تدينا مثال على الكلام ده؟ اه ممكن. نفترض ايه مثلا؟ نفترض ان انا عندي فانكشن معينه، الفانكشن دي بترجع اوتبوت بتاعها، يعني هنكتب احنا كده الفلو شارت بتاعها عشان احنا لسه ما بدأناش في الفانكشن، فهنكتب بس الفلو شارت بتاعها ازاي. هنقول عندي فانكشن اسمها مثلا sum function، ده كده اسم الفانكشن بتاعي. sum function دي بتعمل عملية معينة، لما بتعمل العملية دي بترجع حاجة من اتنين، لو العملية دي نجحت
في حالة السكسس، في حالة النجاح، في حالة العملية دي نجحت، بترجع لي ايه؟ بترجع انتجر الفاليو بتاعته ممكن تكون اي حاجة انا معرفهاش، بس بترجع انتجر معين، وليكن مثلا هنقول ايه الاي دي بتاع موظف معين عندي في قاعدة البيانات، ده في حالة النجاح. طب في حالة الفشل بترجع ايه؟ بترجع لي فولس، بترجع بولين فولس. يا ريت نكون فاهمين جدا لغايه دلوقتي في الشارت بتاع الفانكشن، المثال اللي احنا بناخده ده عشان نوضح عليه اهميه حاجه زي اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. اتفقنا الفانكشن دي بترجع في حاله النجاح، بترجع لي انتجر اللي هو ايه الانتجر ده، هنكتب جنبه عشان نبقى مستوعبين اكتر. هنقول ده مثلا الاي دي اوف سام امبلوي، الاي دي بتاع امبلوي معين موجود عندي مثلا في الداتابيز. طيب في حاله الفشل بترجع لي فولس عشان تقول ان هي ما نجحتش. وعلى فكره في فانكشنز كتير جدا بتعمل كده، بترجع فولس لما تفشل. طيب تعالوا نكتب كود بتاعنا. معلش اسمحوا لي، هستخدم اف، هستخدم كنترول ستراكشر اللي هو اف، هنتكلم عليه بالتفصيل اكتر المره الجايه ان شاء الله، لكن هستخدمه دلوقتي عشان اوضح لكم المثال ده. انا عايز اكتب الكود بتاعي ازاي؟ عايز اقول لو الفانكشن دي نجحت رجعت لي اي دي بتاع امبلوي معين، وكان الاي دي بتاع الامبلوي ده مثلا برقم معين انا هتشيك عليه في الايف، ساعتها ايه؟ اكتب حاجه، اكتب حاجه تانية معينه مثلا. طيب تعال نجرب كده، هنقول مثلا ايف. ما حدش يسال كتير في موضوع الايف دلوقتي شغاله ازاي عشان هنتكلم عليها ان شاء الله بالتفصيل. هنقول ايف، هنعتبر ان الريتيرن بتاع الفانكشن دي او الناتج بتاعها جالي في فاريبل اسمه اكس، احنا اللي هنحطه مع بعض بنضحك على نفسنا عشان نتضرب مش اكتر. هنقول مثلا الفانكشن نجحت كده، هترجع انتجر والرقم بتاع الامبلوي كام؟ 101. طيب هقول له اف اكس بتيكوال 0، 0 ده رقم امبلوي، 0 ده الاي دي بتاع امبلوي موجود عندي في الداتابيز كمثال، يعني ده الاي دي بتاعه. انا عايز اشوف لو كان هو هعمل ايه؟ هقول ايكو وهكتب شويه كريتيكال انفورميشن تخص مين؟ الامبلوي اللي هو الاي دي بتاعه 0. هكتب معلومات مهمه جدا وخطيره جدا ما ينفعش حد يشوفها الا الامبلوي ده بس، ده لو كان الاي دي بتاعه كام؟ لو كان الاي دي بتاعه 0. طيب تعالوا نشوف كده ايه اللي هيرجع لي من الفانكشن دي. انا هعتبر انها دلوقتي واحد تاني غير الامبلوي ده، واحد تاني الاي دي بتاعه 101 زي ما احنا كاتبين كده في الاكس. تعالوا نشوف في الاوتبوت هيطلع لي ايه. طلع لي حاجه، لا الايرور ده بعيد عننا دلوقتي، الايرور ده الجزء اللي تحت احنا نسيناه اللي هي فار دامبل هنا، هنقفلها بس عشان ما تطلعناش الايرور. وهنشوف هل الايف دي هنا هتتنفذ ولا لا، هيطلع لي الايكو ولا لا. ما عملش ايكو، ما قاليش. طب ليه؟ لان هو لقى الاكس قيمتها 101، انا بقول له في الكونديشن بتاعي ان لو الاكس قيمتها كام؟ 0. طيب ايه رايكم لو كانت الاكس هنا فعلا كان الامبلوي ده هو اللي الاي دي بتاعه 0، كان هو اللي يبقى كده هيحصل ايه؟ هيتبع لي الكريتيكال انفورميشن بتاعت الامبلوي 0. كلام جميل. طب انت عايز تقول ايه من الكلام ده كله؟ عايز اقول ايه رايكم لو كانت الفانكشن اصلا فشلت وكانت القيمه اللي رجع لي فولس؟ بسيطه جدا، مش هتطلع كريتيكال انفورميشن غلط، هتطلع كريتيكال انفورميشن. طب ليه؟ لان هنا السينتكس بتاع الكومباريزون اللي موجود عندي سينتكس ايه؟ نميريكال، كله ارقام. انا بتشيك اذا كانت الاكس بتيكوال 0 ولا لا. البي اتش بي فليكسبل جدا زي ما اتفقنا، هتروح ماسكه الاكس وتحاول ان هي توصلها لاقرب صوره تنفع تتقارن بالزيرو. يعني ايه اقرب صوره؟ اقرب صوره يعني هتجيب النمريك ريبريزنتيشن بتاع اكس. هتجيب مين؟ هتجيب النمريك ريبريزنتيشن صح كده تقريبا اوف مين؟ اوف اكس. الاكس دي اللي هي كام؟ اللي هي فولس. طب النمريك ريبريزنتيشن بتاع فولس كام؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت في الداتا تايبس، المره اللي فاتت او اللي قبليها، المره اللي فاتت لما كنا في الداتا تايبس قلنا النمريك ريبريزنتيشن بتاع الفولس ايه؟ النمريك ريبريزنتيشن بتاعه 0. انت عايز تقول لي ان كده الكونديشن ده هينجح؟ اه هينجح. يعني تصور الفانكشن نفسها فشلت اصلا، ممكن يكون في ايرور في السيستم او اي حاجه، وفي نفس الوقت الكونديشن بتاعي اللي هو بيتشيك على الامبلوي اللي رقمه 0 نجح وطلع لي كريتيكال انفورميشن اللي هي المفروض ما تطلعش لاي حد غيره. كده بقت مشكله جامده جدا عندي ان انا بعمل ريفرش اهو بيطلع لي كريتيكال انفورميشن فعلا بتاعت الامبلوي ده، لان الفانكشن اصلا فشلت بس البي اتش بي حست ان هي ايه؟ كانها 0 مع ان هي بتقول لها فولس، لكن هي عشان تعمل المقارنه عملت الكلام ده. طب وبعدين دي كده باك في البي اتش بي؟ لا دي مش باك في البي اتش بي، دي غلطه من الديفلوبر اللي بيكتب الكود ده. ليه؟ لان هو المفروض في الحاله دي كان يستخدم هنا ايه؟ ايدنتيكال تو، ما يستخدمش الكومباريزن العادي اللي هو ايكوال تو. ليه هيستخدم ايدنتيكال تو؟ علشان يتاكد ان الريتيرن فاليو اللي راجع ده هو 0 فعلا، انتجر قيمته 0.
داتا تايب انتجر الفاليو زيرو، ما ينفعش يتعمل في كاستنج هنا، لازم يكون زيرو بس. تعالوا نشوف كده مع ايدنتيكال 2 ما طلعليش الكريتيكال انفورميشن الحمد لله. ليه؟ لان هو لقى ان الناتج اللي جاي في اكس نوع ايه؟ نوع بوليان مش انتجر، وقلنا التريبل ايكوال معناها ايدنتيكال 2 معناها ايه؟ معناها ان يكون نفس الداتا تايب ويكون نفس الفاليو. فهنا نجحت ان انا احدد الموضوع اكتر على الفاليو اللي عندي ايه. طيب بسرعه كده نشوف تاني ايه بقيه الحاجات الموجوده عندي. عندي string operators وعندي logical operators وعندي error control operators. هنقولهم بسرعه جدا بعد اذنكم. ال string operators بكل بساطه بتعمل concatenation. يعني ايه concatenation؟ يعني ربط، يعني بتربط ما بين 2 strings مع بعض. يعني ايه بتربط ما بين 2 strings؟ ال string operators اللي هنتكلم عليها عندنا هنا هي الدوت، والدوت دي بتربط 2 strings مع بعض. يعني هنقول عندي x نوع string وعندي y نوع string تاني، وعايز اطبع اسمي بشكل كامل، فهقول ايه؟ عايز اكتب احمد حسني مع بعض. طب هكتبها ازاي؟ هكتب اكس واي. طب وبعدين اربطهم ازاي ببعض؟ هستخدم اوبريتور برضه موجود هنا اللي هو الدوت. الدوت بيربط الحاجتين دول ببعض. لما اجي ابص كده على الفاردام بالزد اللي عندنا دي هلاقيه هيطبع لي ايه؟ هيطبع لي سترينج نو هيطبع لي حاجه نوعها سترينج والسايز بتاعها او اللينث بتاعها 10 والفاليو بتاعتها احمد حسني. طبعا مفيش سبيس في النص، وانا اتعمدت ان انا اعمل كده عشان اوضح ان الكونكتنيشن مش بيعمل سبيس. فانا لو محتاج سبيس بحتاج ان انا اضيفها مع الاكس او مع الواي، او بحتاج ان انا اضيفها جوه. تضيفها جوه ازاي؟ هو ينفع تحط سترينج جوه الكونكتنيشن؟ اه ينفع. ينفع ان انا اجي هنا بعد الدوت واروح اعمل كده افتح سترينج هنا واكتب مثلا علامه الماينس دي، وبعدين اعمل سترينج تاني عشان اربطه بالباقي. يبقى كده هيطبع لي احمد، وبعدين هيربطه مع سبيس ماينس سبيس، وبعدين يربطه مع الواي اللي هي حسني. يبقى كده هيطبع لي المنظر ده، ادي احمد اهو، وبعدين هنا سبيس ماينس سبيس، وبعدين حسني اللي هو الاسم التاني. دي كده كونكتنيشن بشكل عام جدا، بربط كذا سترينج مع بعض. طب هو لازم يكون سترينج؟ لا، ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون مثلا انتجر. احمد 1، احمد 1 دي اتعملت ازاي؟ اكس وربطتها بانتجر. انتجر يعني من غير دبل كوتيشنز ومن غير اي حاجه، ما عنديش اي مشكله خالص في كده. دي اللي هي السترينج اوبريتورز اللي حطنا منها بس الدوت. اللوجيكال اوبريتورز اللي احنا تعرضنا لها من شويه واحنا بنتكلم في الكومبريزون، لو فاكرين ان احنا بنعكس الحاجه، بدل ما نقول ايكوال تو بنعمل نوت ايكوال تو. نوت ايكوال تو اللي هي بتبقى علامه التعجب اللي احنا بنقول عليها دي في اللوجيكال اوبريتورز. زي كده بنقول مثلا عندنا الاكس بتايكوال ترو، عايز الواي تايكوال عكس الاكس، ده كده حاجه لوجيكال. عكس الاكس، عكس الترو ايه؟ فولس. يبقى بعمل عكس الاكس بالمنظر ده. فكده لو عملت فار دامب للواي يبقى هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي المفروض فولس بالشكل ده، بوليان فولس اللي هو عكس الاكس. الواي كده عكس الاكس لما بستخدم ايه؟ اللوجيكال اوبريتور اللي هو الاكسلاميشن ساين او علامه التعجب. الايرور كنترول اوبريتورز مش هنتكلم عليه دلوقتي لان موضوع انا عايز افصل فيه شويه. موضوع الايرورز عموما عايزين نتناوله كده ان شاء الله في مره لوحده، فيعني هنسيبه معاه. هي بشكل عام الاد دي بتحل لي اللي بعديها ما يطلعش ايرور. يعني لو بعديها فانكشن معينه وارد ان هي تطلع ايرور، فالاد دي بتمنعها ان هي تظهر الايرور ده. موضوع الايرورز عموما فيه كذا نقطه يعني هنتكلم عليه بالتفصيل قوي ان شاء الله في ليفل 2، لكن في الليفل 1 معانا هنا عايزين برضه نفصل فيه شويه، فمعلش مش هقولها دلوقتي. نرجع للحضور تاني ونقول لو في اي حد عنده اي اسئله، وفي نفس الوقت هنعيد السؤال اللي احنا قلناه بعد ما نشوف بس في حد عنده اسئله ولا لا. هنسال السؤال ونشوف مين يقدر يجاوبه معانا، ويبقى ده يحرق جزء معانا في المحاضره ان شاء الله. يا ريت اللي عنده اي سؤال يتفضل، احنا موجودين، او اقصد الشات مفتوح. طيب، ويعني الاسئله كلها تتكتب وهجاوب ان شاء الله. يا ريت بلاش اجابه السؤال دلوقتي، يعني اي اجابه دلوقتي مش هنعتبرها، عايزين بس نشوف الاسئله. معلش بعد اذنكم، وبعد الاسئله ان شاء الله هنطرح السؤال مكتوب عشان اللي ما سمعهوش نجاوب. ليه لما استخدمت؟ طيب انا يعني في اسئله تانيه موجوده. طيب عشان بس اقفل الشات وابص على الاسئله من الاول.
لو في اي سؤال تاني، فانا ده طولنا شوية وفي ناس كتير خرجت، فيعني معلش معذور. في اي اسئلة تانية موجودة؟ طيب جميل، تقريبا مفيش اسئلة. هقفل الشات بعد اذنكم عشان اشوف بس الكام سؤال اللي اتكتب. حد بيكتب حاجة؟ تمام، السؤال ده معانا، مش مفيش مشكلة. طيب في سؤال تاني؟ ماشي. هيجي معانا ازاي يا استاذ عبد الحميد؟ يا ريت توضح السؤال شوية. طيب هنقفل الشات بعد إذنكم ونكمل نشوف إجابة الأسئلة الموجودة. طيب يعني أنا أفهم من كده إن مفيش أي حاجة، مفيش أي مشاكل عند أي حد تاني، مفيش أي حاجة حد عايز يسأل عليها؟ طيب هنقفل الشات بعد إذنكم نشوف كده. أول سؤال وصلنا كان أستاذ محمد إبراهيم. إيه الأول هيعتبرها وهيطلع إيه؟ أظن دي كانت إجابة السؤال اللي كنا بنقوله. وبرضه أستاذ عمرو حمادة نفس الكلام، أستاذ إيهاب حمدي تقريبا كان نفس برضه الكلام بيجاوب على السؤال. إحنا زي ما قلنا إجابة السؤال، نكتب بس السؤال الأول عشان الكل يشوفه. Can you use plus to concatenate the string؟ لا، plus دي بنستخدمها في الجافا سكريبت أستاذ محمد فتحي. بلس هنا بتبقى arithmetic operation، operator زي ما قلنا من شوية، بنجمع بيها two values مع بعض. في الجافا سكريبت بنستخدم بلس ك concatenation operator يعني. طيب بي اتش بي اقتصاد ايه؟ جست 226، ممكن تراجع اول محاضرة وتعرف ان بي اتش بي اقتصاد لبري بروسيسور، لهايبر تكست بري بروسيسور، او بمعنى اصح اختصار ل بي اتش بي هايبر تكست بي بروسيسور. وفي البدايه خالص كانت اختصار لبيرسونال هوم بيج، واحترف علامات تانية كتير عنها ان شاء الله. كان يوز بلس جبنا عليه. بالنسبه للريفرنسنج، ريفرنسنج فاريبل هيجي معانا سوف ندرسه جيدا ان شاء الله. ان شاء الله هنتعرف عليه اكتر لما نوصل لجزء الاوبجكت اورينتد، وممكن قبل كده برضه نتعرض له واحنا شغالين في الاريز بالذات. هنتعرض له شويه واحنا بنعمل لوبينج على الاري، واحنا بنطلع الحاجات اللي جوه الاري بالفور اتش. هنتعرض كده للتراك بنعمله بالريفرنس فاريبل علشان نغير الداتا اللي جوه الاري او نستخدمها بطريقه معينه. البرنامج اللي حضرتك شغال عليه اسمه ايه؟ اسمه جيني، لكن مش هو ده اللي احنا هنشتغل عليه، او مش هو المفضل يعني. هو جميل ما فيهوش اي مشكله، بس في حاجات تانيه فيها امكانيات اكتر زي ما قلنا في اول محاضره ممكن احنا نستخدمها زي النت بينز وغيرها. وات از ذا فانكشن ذات جيتس اوتبوت بول؟ انجست 26 اظن يقصد فار دامب. فار دامب هي اللي بتطلع لي شويه معلومات عن ال عن الفاريبل اللي انا مديهولها او عن اي حاجه انا مديهولها. انا لو ما قلتلكوش طيب تمام كده تقريبا احنا يعني شفنا الاسئله الموجوده كلها مع بعض. طيب هنيجي نقول بسرعه كده ايه هو السؤال اللي كنا بنتكلم عليه. طيب هنقول السؤال بكل بساطه كان ان احنا بنقول ليه المنظر ده مش مظبوط. هل المنظر ده مظبوط ولا لا وليه؟ بس يعني احنا اتفقنا ان في اكبر من واصغر من، واتفقنا على حاجات كتير قوي. السؤال بكل بساطه هل المنظر ده مظبوط ولا لا؟ انا قلت الاجابه في النص، يعني الاجابه قلتها في نص الكلام. اظن السؤال واضح قدام الناس كلها.
عشان هينفذ. طيب كل الإجابات معانا حدود 4 دقايق تقريبا، وبعدين هنقفل الشات وبنشوف الإجابات بالترتيب، ايه الصح وايه الغلط ومين أول واحد صح، عشان ياخد بوينت معانا كابونس إن شاء الله. أستاذ هيثم الوطني، أنا يعني واحنا متفقين إن دي غلط، يعني تقريبا متفقين على كده، بس ليه غلط؟ دي الحاجة اللي احنا عايزين نقولها يعني. بس syntax error ماشي تمام، دي كده دي assignments، يا ريت نحاول نوضح أكتر، في إجابات مكتوبة قريبة جدا بس محتاجين نوضح. في كذا واحد قال موضوع الاسايمنت بس مش بيوضح، يعني ايه ليس في اسايمنت بيوضح. ايه المشكلة في السيستم؟ ايه المشكلة؟ شوف شرط التسريب الاول وبعدين الاجران، ايه المشكلة في كده؟ لان البي اتش بي انتربريتر متسجلة فيه بالشكل ده. لا هي متسجلة الشكلين على فكرة، الشكلين موجودين، لكن في واحد منهم ينفع هنا والتاني ما ينفعش، احنا عايزين نعرف ليه. انا كده تقريبا جاوبت على السؤال، انا لما قلت ان الشكل متسجل I must put value in the variable. لا جست 780، يا ريت تراجع الكلام اللي قلناه في اول المحاضرة. ممكن تحط value عادي، ممكن تحط variable، ممكن تحط value، مفيش اي مشكلة خالص. يا ريت تراجع التسجيل تاني في النقطة دي. طيب باقي معانا دقيقة تقريبا نقفل الشات. استاذ ايهاب حمدي، لان المنظر ده اوبريتور تاني خالص، طب وضح يعني ايه دي وبيته تاني خالص، كده غلط جدا. هتساوي اي حاجة لازم يكون اكس اكبر، انا عايز اتعمل حاجة ان واي هيبقى ازدهار، هحسبها شيفتنج كده هيحسبها على تساوي. استاذ محمد فتحي، تقصد الموضوع الباينري ولا تقصد ايه؟ لان احنا هتبقى استعمال ستريم جامد، هنحاول نشوفها. هي جميلة جدا منك بس مش هي دي، بس هي جميل جدا حضرتك على الطباعة بالموضوع ده يعني. أنا كنت عايز أقوله النهاردة بس ما قدرتش، قلت خلي في ليفل 2 يعني، بس مش هو موضوع الباينري. لا موضوع الباينري ميبقاش فيه ايكوال، بنعمل 2 أكبر من أو 2 أصغر من، ده موضوع الباينري، ده هنعمل شيفتين كده في الأري. أستاذ مصطفى جمعة تمام، في الأري فعلا دي اول اجابه صح تتكتب، ان ده اوبريتور تاني بنستخدمه في الاري. فعلا ده اوبريتور تاني خالص بنستخدمه في الاري، واحنا قلنا الموضوع ده في النص واحنا بنتكلم، قلنا ان المنظر عندي في الاري بيبقى فيه الاوبريتور ده، لما بنيجي نكتب كود بيبقى حاجه شبه كده، قلنا كمعلومه صغيره قوي في النص. يعني قلنا لما يبقى عندي اري مثلا بتبقى بالمنظر ده غالبا، بقول اري وببدأ ان انا احط جنبها كده مثلا اكس فيها 1، واي فيها 2، والكلام ده طبعا الكلام ده احنا لسه ما خدناهوش خالص، لكن في النص قلناها كمعلومة صغيرة قوي مش اكتر. فهي دي. استاذ عبد الحميد بيقول انا قلتها فوق. طيب بعد اذنكم انا هقفل الشات وابص. استاذ عبد الحميد لو قالها فوق عشان نعرف البوينت تحته في مين النهارده. استاذ عبد الحميد اول اجابه ليك، اول اجابه لحضرتك يعني فين؟ لا نستخدمه في في تيبل ليس في assignment، مش بنستخدمه في assignment. بس حضرتك ما قلتش احنا بنستخدمه في الاري، يعني انا كنت عايز المعلومه كامله زي ما قلناها في النص في وسط الكورس يعني او في وسط المحاضره، قلنا الموضوع زي حكايه ان هو بيستخدم في اري او ده الاوبريتور بتاع الاري، وقلنا ان احنا مش هنستخدمه كده، دي قلناها في النص خالص واحنا بنتكلم. طيب كده استاذ مصطفى معايا البوينت بتاعت النهارده،
كابونس. شكرا لحضرتك جدا استاذ عبد الحميد. شكرا طبعا للاستاذ مصطفى على الاجابه. طيب مش فاهم الاجابه، ما فيش مشكله، حضرتك ما جاوبتش على سؤالي، هجاوب على سؤال حضرتك. حضرتك استاذ هيثم هو كان ايه؟ بس انا فاكر انا جاوبت على الاسئله كلها، يعني هيثم الوطني. ممكن حضرتك تعيد السؤال تاني؟ انا جاوبت على الاسئله كلها فعلا، ده اللي انا فاكره. بالنسبة للإجابات اللي اتقالت كان معظمها بتدور حوالين إيه؟ كان معظمها بتدور على موضوع الباينري شيفتنج، ده موضوع هنتكلم عليه إن شاء الله، هو أدفانسد شوية ما قدرتش أدخل فيه النهاردة لأن إحنا ما اتكلمناش على موضوع الباينري خالص، ما اتكلمناش على موضوع البيتس والبايتس والكلام ده. فالموضوع ده أنا كنت بفكر إن أنا أجله لليفل 2، أو ده ترتيبي من قبل ما أبدأ ليفل 1، يعني إن أنا هأجله ليفل 2، فمش هتكلم عليه النهاردة معذرة. فده كان نوع من أنواع الإجابات. يعني كان برضو في من انواع الاجابات بيقولوا ان احنا المفروض كده هيشوف الاول يساوي ولا لا وبعدين اجرى من، ما فيش مشكله في كده، يعني انا مش شايف اي مشكله في كده. بالنسبه لي انا لو انتربريتر ما كانش هيبقى عندي مشكله في كده، كنت عادي يعني اشوف اجرى من وبعدين اشوف يساوي، زي ما اشوف يساوي وبعدين اشوف اجرى من، ما عنديش مشكله في كده من ناحيه اللوجيك بتاع الكومباريزون يعني نفسه، مش من ناحيه الاوبريتور. من ناحيه الاوبريتور طبعا الاثنين مختلفين عن بعض لان كل واحد بيستخدم. كان في ناس قالت برضو ان يساوي في الاول هتبقى assignment operator. لا ده كلام مش مظبوط، معذره ليه؟ لان احنا بكل بساطه احنا حاطين حاجه على بعض، حاطين اوبريتور واحد على بعض ايكوال اكبر من، يبقى ده كده اوبريتور جديد. لو عايز استخدم اتنين اوبريتور مع بعض هفصل بينهم بسبيس زي ما احنا متعودين او اي حاجه، وطبعا مش هينفع يعني ما عنديش اي تقريبا حاجه. هقدر ان ايه احط فيها الكلام ده او هستخدم فيها الوضع ده. استاذ عبد الحميد بيتكلم فرنساوي، اري هي تابلو، اري هي تابلو بالفرنساوي، يعني حط فرنساوي بس مش فاكر انا اري هي تابلو صح. هو اكيد انا مصدق حضرتك يعني، بس انا والله ما اعرفش يعني حضرتك قلتها تابلو فوق مثلا. استاذ ايهاب كلام جميل بس انا كنت عايز المعلومه كامله من المحاضره يعني. ايوه انا عارف ان تابلو يعني تيبل في الانجليش، ده تيبل جدول. تابلو في الفرنساوي والله انا مش فاكر ايه، بس يعني ما اظنش ان هي معناها اري. انا ما اعرفش ان اري بالفرنساوي بصراحه عشان ما اكذبش عليكم يعني، بس ما اظنش ان هي كده يعني. طيب استاذ هيثم الوطني سؤاله، لماذا لما استخدمنا الاثنين فار دمب النتيجه طلعت على نفس السطر؟ لان احنا ما حطيناش اي كاركتر تنزلها على سطر تاني، ما كانش في اي مشكله عندنا في كده. الاوتبوت بتاع بي اتش بي انتربريتر بيطلع ورا بعضه، لو احنا حطينا كاركتر عشان تنزلها في سطر تاني زي بالظبط كده زي ما قلنا قبل كده باك سلاش ان، انا هكتبها حتى هنا، هكتب الكود بتاعها عشان انا قفلت السكرين شير. لو كنا عملنا حاجه زي كده، انا قلنا فار دمب لاكس مثلا وبعدين قلنا فار دمب لواي بالمنظر ده، سواء على نفس السطر او كل واحده منهم في سطر مفيش مشكله، هيطلعوا جنب بعض في النهايه. لكن لو عايز احل بينهم فاصل فعلا حاجه في النص هنا واعمل ايكو لباك سلاش ان بالشكل ده. احنا في السترينجز هنتكلم عن الفرق ما بين الدبل كوتيشن والسترينج كوتيشن والسنجل كوتيشن في النقطة اللي زي كده. شكرا لحضرتك مصطفى. ممكن اجابة السؤال تاني لانه فصل عندي اجابة انا سؤال استاذ تامر. لو السؤال اللي هو بتاع البونص فاحنا قلنا ان هيبقى ده اوبريتور تاني خالص اللي هو بتاع الاري اساينمنت، فقلنا مش هينفع نستخدمه هنا، ده اري اساينمنت اوبريتور. لكن احنا الاوبريتور بتاعنا العكس بيبقى اللي هو اكبر من يساوي. هي الفاردن بتطلع values or pool على اساس ال input. استاذ رد هي يعني مش موضوع values or pool، هي بتطلع النوع ال value ال data type وبتطلع ال value نفسها. فلو مثلا ال data اللي عندي كانت string فهتقول لي string وبعدين تقول لي ال value بتاعت ال string ايه وشوية معلومات عنه زي حجمه قد ايه. لو كانت بوليان هتطلع بول عشان تقول لي ان هو بوليان وبعد كده هتقول لي ترو ولا فولس. لو كانت انتجر هتقول لي انت وبعد كده تروح مطلع لي القيمه بتاعته. فلوت هتطلع فلوت. لو كانت اوبجكت او اري اللي هي الداتا تايبس اللي اتكلمنا عليها بس ما شفناهاش عملي نفس الكلام كده. طيب انا اظن is PHP determines the type of variable at runtime. كلام اكيد جدا طبعا استاذ محمد فتحي، دي حاجه اساسيه لازم طبعا
تعرف ال data type بتاع ال variable علشان تعرف اذا كانت هتستخدمه في العملية اللي احنا بنستخدمه فيها بشكل مباشر، ولا هتعمله casting الاول، ينفع يستخدم هنا ولا لا اصلا، ينفع يروح مثلا ك parameter ل function معينة محتاجة نوع معين، حاجات كتير اوي. العفو العفو استاذ عرض. PHP باختصار زي ما قلنا بيرسونال هوم بيج، ده كان الاقتصاد الاساسي لما بدات انها تتعمل. الاقتصاد دلوقتي بي اتش بي هيبقى تكست بري بروسيسور. استاذ محمد فتحي يا ريت تراجع اول محاضره، اول محاضره احنا اتكلمنا وقلنا ان البي اتش بي، البي اتش بي عندها كومبايلر ولا انتربريتر يا جماعه؟ يا ريت حد يجاوب، البي اتش بي عندها كومبايلر ولا عندها انتربريتر؟ انتربريتر، كلام جميل جدا. وقلنا الفرق ما بين الاثنين ان الانتربريتر مش بيعمل كومبايل اصلا، مش بيطلع باينري كود، مش بيطلع باينري كود عندي، فبالتالي الكلام كله بيتعمل في ران تايم. الانتربريتر بياخد لاين باي لاين او ستيتمنت باي ستيتمنت ويبدا ان هو يعمل لها انتربريتنج ويطلع الاوتبوت بتاعها، فبالتالي هو بيشوف الكلام ده كله في ران تايم، بعكس لما اجي مثلا في السي بلس بلس اعمل كومبايل الكود بتاعي عشان يطلع لي باينري فايل، ساعتها بيشوف الكلام كله اثناء الكومبايل علشان بعد كده في الران تايم عندي مش هيحتاج يعمل الكلام ده. على فكره ممكن حد يشوف الموضوع ده كعيب، احنا الوقت كده خلاص، بس عايز اقول النقطه دي بسرعه. ممكن حد يشوف الكلام ده كعيب في البي اتش بي ان هي بتعمل كل حاجه في الران تايم، فبالتالي هتبقى ابطا من السي بلس بلس والكلام ده. انا هوافقه على الموضوع ده ان ده موجود فعلا وهو مش عيب، بس هي كل حاجه ليها استخدام، ما ينفعش استخدم البي اتش بي بدل السي بلس بلس. لكن هضيف له معلومه صغيره قوي، واحنا كلنا يعني بنتعلم، بس في معلومه صغيره ان البي اتش بي عندها نظام زي كاشنج او زي انترميديت لانجوج او انترميديت كود بيسهل الموضوع ده شويه، فهي مش في كل مره بتعمل الكلام ده فروم سكراتش، يعني بيبقى عندها زي كاش صغير بيبقى موجود بيسهل عليها الكلام ده بدور جماعه، والكلام ده يعني جديد في البي اتش بي مش موجود من بدايه او من اول ما اتعملت. طيب وممكن تعرفوا معلومات عنه اكتر في البي اتش بي دوت نت ان شاء الله. طيب معذره جدا على الاطاله النهارده، يا ريت نتابع المنتدى كويس جدا علشان نشوف التوبيك اللي الباشمهندس سميع هتنزله ان شاء الله على الكويز، ويا ريت نهتم جدا بالكويز لان عليه درجات مهمه. يا ريت اي حاجات تانية او اي اسئله تانية على المحاضرات، الكلام ده كله اللي اتكلمنا عليه بالتفصيل في اول ليكتشر اتكلمنا فيها، وانا جبته دلوقتي على البورد تاني قدامكم. احنا خلصنا كده introduction to web programming، خلصناها في محاضرة واحدة، خلصنا introduction to PHP بال 4 subtopics بتوعها، خلصناهم في محاضرتين الحمد لله. الكنترول ستراكشر نعتبر خدنا يعني ما خدناش فكره، مش هعتبر ان احنا خدنا فكره النهارده عن موضوع الاف او كده، لكن انا اظن ان معظمكم بقى فاهم الموضوع بدرجه ما، موضوع الكنترول ستراكشرز اللي هنبدا فيه ان شاء الله من يوم الاربعاء الجاي الساعه 10 مساء في نفس الميعاد بتاعنا بتوقيت القاهره. هنبدا نتكلم فيه عدد محاضراتنا 13، هنبدا السيكوال في التوبيك اللي رقم 8 ان شاء الله يعني، وبالتفصيل هناخدها في ليفل 2 اكتر. السيكوال مش هو اهم موضوع في البي اتش بي، يعني في حاجات تانية كتير اهم، فبلاش ان احنا نحط كده قدامنا دايما يعني. طيب هنستنى التوبيك بتاع الباشمهندس شماء النهارده او الصبح ان شاء الله هيكون موجود على المنتدى. شكرا لكم جدا، كنت سعيد جدا بوجودي معكم النهارده. هنزود المحاضرات ولا لا؟ معلش انا فعلا الموضوع ده نسيته. والله هو لغايه دلوقتي البول اللي قدامي بيقول 51% عايزين يزودوا المحاضرات، يعني في 1% بس هو اللي فرق معانا لغايه دلوقتي. يعني لو حد عايز يغير رايه بسرعه معاكم ثواني معدوده، لو حد عايز يغير رايه بسرعه عشان يبقى الفرق واضح يعني. مفيش حد عايز يغير رايه؟ لا على البول، بلاش على يعني، خلينا على البول. مفيش حد بيغير رأيه، كله مستقر. هو فين؟ هو البول مش ظاهر. طيب هناخد دقيقة واحدة، معلش أنا آسف جدا على التأخير، هنعمل البول مرة تانية بسرعة. البول كده موجود، احنا لغاية دلوقتي مواعيدنا ثابتة، البول ظاهر قدام حضراتكم مرة تانية إن شاء الله. مواعيدنا ثابتة دلوقتي 2:04 الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، هنشوف بسرعة مرة تانية. الأغلبية هتقول ايه؟
طبعا على اساس يعني الرأي الاغلبيه دي هنبدا يعني نقاش مع الاداره بتاعه الاكاديميه علشان نحاول ان احنا نشوف ميعاد تاني مناسب بالنسبه لنا كلنا. طيب انا شايف ان الاغلبيه بتقول نعم، برضه 45% بيقولوا نعم. طيب احنا هنشوف ان شاء الله الموضوع ده مع الاداره بتاعه الاكاديميه. طيب يعني احنا تبعت بقى ان شاء الله مع الإدارة. الميعادين دول هيبقوا ثابتين، 2 و4 الساعة 10. ميعادنا ان شاء الله يوم الأربعاء الجاي الساعة 10 مساء ان شاء الله. غالبا يوم الأربعاء هنكون عرفنا الموضوع هيمشي ازاي، سواء هيزيد ميعاد او مش هيزيد. استاذة صفاء بتقول احنا من وقت ما سطبنا اب سيرفر ما استخدمناهاش، هو حضرتك بتجربي الكلام اللي احنا بنعمله ولا لا؟ هو لو حضرتك بتجاوبي الكلام اللي احنا بنعمله يبقى انت كده بتستخدمي. لا ليه؟ طيب يا جماعة يعني يا ريت نجرب اللي احنا بنقوله، مش عارفة. طب حضرتك يعني كنت ممكن تسألي، انا مش عارف حضرتك حضرت المرة اللي فاتت، في البداية عملنا سكرين شير ووصلنا لغاية الموضوع كله، ان احنا حطينا فايل وعملناه واتكلمنا على الوورد دوكيمنت بتاعنا، الكلام ده كله قلناه المرة اللي فاتت. جميل استاذ عمرو حمادة، يا ريت حضرتك تراجع المحاضرة اللي فاتت في بدايتها في التسجيل، موجود الشير واضح جدا على اللينكس وعلى الويندوز، بنوضح الكلام ده موجود فيه. لينك المحاضرات موجود على القسم بتاع الكورس في المنتدى، فيديو بجودة عالية جدا بنشكر عليها يعني الأستاذ هيثم الوطني على مجهوده اللي عمله في المحاضرة، بصراحة كان يعني جميل جدا. هو المفروض يكون بيسجل المحاضرة دي النهاردة، يعني رجاء شخص دي ان هو ينزلها بدري شوية علشان نقدر يعني الحضور يقدر يراجعها بسهولة قبل الكويز بتاع بكرة ان شاء الله. فيا ريت لو يقدر يرفعها بسرعة، وان شاء الله يعني الأخوة في الأكاديمية هيبقوا يعني متجاوبين ان هم يرفعوها برضه على اليوتيوب تشانل، بحيث الناس كلها تقدر توصل لها قبل الكويز بتاع بكرة. سعيد جدا بوجود معاكم لتالت مرة في كورس بي اتش بي اند ماي سيكوال. بعيد شكري تاني للإدارة الأكاديمية ولكل الحضور. إن شاء الله أشوفكم يوم الأربعاء الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، وإن شاء الله تكونوا حضرتكم كويس جدا في الكويز. شكرا لكم مرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله.